Lesson 3 بيقول لي solving two equations in two variables, one of them is of first degree and the other of second degree. يعني يا مستر مين؟ يعني انت مثلا عندي two equations اهو زي الاكزامبل اللي قدامك ده. اول واحده x minus y equal 1، طب ده مش عادي انا متعود عليها. equation of two variables، انا عندي x وy اهم first degree. بصوا بقى الايكويشن الثانيه ان انا احلها معاه x power 2 plus y power 2 equals 13. الايكويشن الثانيه two variables برضه، بس ايه اعلى باور هنا؟ 2 second degree. يعني انا في الليسون ده هنحل واحده first degree والثانيه second degree، بالرغم ان الليسون ده دامج ما بين التو ليسونز اللي فاتوا، بس هو اقصر منهم. الليسون ده بالظبط يعني ممكن ايه نخلصه كله كده بكل الاكسرسيز اللي عليه في نص ساعه. ايه ده معقول يا ميس؟ ازاي؟ ليه هو اقصر منهم؟ لان انت مش هتحلها غير الجبريكالي بس، مش هتحلها جرافيكالي. يبقى انا شغلتي في الليسون ده مش هحلها غير الجبريكالي اونلي. جرافيكالي لا، كان موجود ان انا بحلها جرافيكالي زمان من حوالي 10 سنين مثلا، ما بقتش موجوده عندكم، اتلغت جرافيكالي. فاحنا هنحل دي الجبريكالي بس، وتعالوا نشوف ازاي. ناخد الاكزامبل ده زي ما هو كده وتعالوا نحله. بيقول لي اكس ماينس واي، يلا الموضوع سهل جدا. يبقى انا مش هحلها غير الجبريكالي بس، معيش ان انا احلها جرافيكالي. اكس ماينس واي كان في حاجه سايبينها في الليسون اللي فات اللي هو الليسون 1 وقلنا هنخلصها النهارده. مين يقول لي كنا سايبين ايه؟ هي الستوري دي برافو عليك. الستوري بروبلم، والستوري بروبلم مهمه جدا، ممكن جدا تجيني في الامتحانات. يعني معظم الامتحانات فيها ستوري بروبلم عشان اهميتها، فانا سبتها، سبت لها سيشن لوحدها في الليسون ايه؟ في الليسون الثاني. يعني قلت هشرحها كده انديفيديوال واحده مش مع الليسون. بص يا حبايبي، اول حاجه التو ايكويشنز زي ما انا متعود صنفتهم، واحده سميتها ايكويشن 1 واحده سميتها ايكويشن 2. فاكرين لما المره اللي فاتت احنا جينا نحل، قلت لكم انه في طريقتين للحل عشان احل تو ايكويشنز توجذر، ان انا بعمل يا اما اوميتنج يا اما سبستيتيوشن، وشفنا دي وشفنا دي، وقلنا اللي اسهل لي بشتغل بيها. طيب المره دي بقى انا مجبر ان انا اشتغل بطريقه واحده بس. ايه هي طريقه السبستيتيوشن؟ يعني ايه يا مس؟ يعني هقول له فروم 1، انا باخد من اللينير من الايكويشن اللي هي فيرست ديجري وسبستيتيوت في السكند ديجري. يعني ايه يا مس؟ يعني انت لازم من 1 تقول لي الاكس وذ ريسبكت تو واي، يا اما الواي وذ ريسبكت تو اكس. يا اما تقولي الاكس بدلاله الواي، يا اما تقولي الواي بدلاله الاكس. انا مجبر ان انا اشتغل بالطريقه دي. يبقى اقول له فروم 1 اسهل لي طبعا، ما دام الاكس كده ما فيش قدامها نيجاتيف ولا حاجه، اودي الواي دي ان ذا اذر سايد، اوديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. يعني انا هقول له ان الاكس ايكوال واي، انا هجيب الواي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف جنب الايه؟ جنب ال 1. يبقى هقول له ان الاكس ايكوال 1 بلس واي او واي بلس 1. يبقى اقول له اكس ايكوال واي بلس 1 وبروس كده. يبقى x equal y plus 1. يبقى هقول له from 1 x equal y plus 1. خلاص يا عم عرفت ان x equal y plus 1. اعمل ايه؟ اقول له sub into substitute in 2. يعني ايه؟ يعني هتشيل في 2 كل x، هتريبليس كل x قدامك كده. معلش يا عم انت شيلي كل x كده واكتب لي بدلها y plus 1. حاضر. يبقى اقول له y plus 1، بس خد بالك دي عليها باور 2، يعني all power 2 plus y power 2. يبقى اي اكس هشيلها واكتب بدلها y plus 1 ايا كان بقى وضع الاكس دي. والله قبلها coefficient عليها باور، ايا كان عليها باور يبقى لازم كده اوزع الباور على البراكت ده كله. plus y power 2 اي y ما تجيش جنبها equal 13. يبقى انا كده خليت equation واحده second degree كلها ايه with respect to y، كلها ما فيهاش غير فاريبل واحد الواي، واشتغل بقى. طب مثلا انا مش فاكر ازاي بعمل اكسبانشن للبراكت، البراكت الباور 2 مش فاكر بعمل له اكسبانشن ازاي، تعالوا كده نكتبه على جنب. لو جيت مثلا اقول لك ايه a بلس b، وكل اللي لما تكتبش ليه، بسم الله الرحمن الرحيم. لو جينا نقول a بلس b all باور 2، انا عايز افك البراكت ده. طيب هفكه ازاي؟ هقول الاولاني باور 2. حاضر. يبقى ايه باور 2؟ اسيب مسافه كده بلس، لازم الاخرانيه بلس. التاني باور 2. حاضر. يبقى بي باور 2. اللي في النص بقى الساين اللي في النص اهي،
الأولاني by التاني by 2، الأولاني by التاني by 2، A B times 2 ب 2 A B. طب افرضي يا ميس أنا ما عنديش البراكت بالشكل ده، عندي كده، عندي مثلا 3x minus 2 all power 2. حاضر، ما فيش أي مشكلة، يلا الأولاني power 2، 3 power 2 ب 9 x power 2. الساين اللي في النص أهي، الأولاني باي التاني باي 2، 3 باي 2 6 باي 2 12، اكس باي مفيش حاجة هنا تنزل الاكس. آخر ساين لازم تبقى بلس، وليه لازم تبقى بلس؟ ده أنا باخد التاني باور 2، فلما أقول نيجاتيف 2 باور 2 أي نيجاتيف باور 2 لازم هتتحول لبلس. يبقى إيه السبب إن الأخرانية مستنيين عمال تقولي لازم تبقى بلس؟ لأن الساين دي لو بلس فالبوزيتيف لما تاخد باور 2 تبقى في البوست، طب لو التانية دي نيجاتيف، النيجاتيف لما تاخد اي باور ايفن هتبقى برضه ايه؟ بوست 2 باور 2 ب 4. يبقى احنا كده عملنا اكسبانشن براكت ايا كان شكله. يلا نعمل اكسبانشن البراكت اللي هنا ده. حاضر، الاولاني باور 2 يبقى واي باور 2، الساين اللي في النص الاولاني باي التاني باي 2، اكس باي 1 سوري واي باي 1 بواي، واي تايمز 2 2y. لازم الاخر ساين تكون بلس، التاني باور 2 يبقى 1. يبقى احنا كده عملنا اكسبانشن البراكت دي، هنزلها زي ما هي مفيش جنبها حاجه، بلس y باور 2 ايكوال 13. تعالى لي بقى جمع لي الحاجات اللي شبه بعضها اللايك تيرمز، عندي هنا y باور 2 وعندي هنا y باور 2، يعني 2y باور 2 بلس 2y بلس 1. ما تعملها لي زيرو ايكويشن يا عم وتحلها لي. حاضر، يعني ادخل ال 13 دي جوه بالماينس، ماينس 13 ايكوال زيرو. لا ده لعبتي بقى، معلش ده الزيرو ايكويشن دي لعبتي اما تكون سكند فاريبل. ليه؟ لان انا خدتها في اول حاجه خالص، يبقى 2y باور 2 بلس 2y ماينس 12 ايكوال زيرو. اقدر اجيب الكالكوليتور واشتغلها على طول ولا اي حاجه ولا اي مشكله. نجيب الكالكوليتور، اوبا الكالكوليتر مش موجودة، ادوني ثانية واحدة اجيب الكالكوليتر وارجع له. يلا حدا بقى يفكرني كنا بنعمل ايه عشان نجيبها للكالكوليتور. طب انا ليه بقول بنستخدم الكالكوليتور؟ لان انا مطلوب مني ان اطلع the value of y وارجع اعمل substitution في ال x، مش مطلوب مني ولا طريقه الحل اللي هي مش هيجي يقول لك ايه by using the law، ولا هيجي يقول لك زي في lesson ايه lesson 2، ولا هيجي يقول لك مثلا ايه show the steps. كل الستبس اللي انا عاملها دي هي اللي انا مطالب بيها.
طب انا هحلها مره معاكم بالكالكوليتر، عشان كده جبنا الكالكوليتر، واحلها مره معاكم بالفاكتورايزيشن العادي. طب ابتدي بالفاكتورايزيشن العادي، انا اخد الاول من هنا كومن فاكتور 2، يعني 2 كده واي باور 2. ليه خدت 2؟ لان واضح ان ايه، في 2 كومن فاكتور، بلس واي ماينس 6 ايكوال 0. طبعا لما ناخد كومن فاكتور 2 وايكوال 0، خلاص ال 2 راحت، ما بقتش موجوده خالص، لان 2 باي اي حاجه ايكوال 0. معنى كده ان لما ايه اوديها الناحيه الثانيه بالديفيجن، 0 اوفر 2 ب 0، فخلاص ال 2 مالهاش لازمه، هتتحول لواي باور 2 بلس واي ماينس 12 ماينس 6، انا اسفه، ايكوال 0. طب مثلا لو حليتها كده على طول مفيش اي مشكله، فاكتورايزيشن عادي جدا، براكت براكت ايكوال 0، الواي باور 2 عباره عن واي تايمز واي، هنا الساين دي نيجاتيف، يبقى الاثنين مختلفين، واحدة بالبوزيتيف واحدة بالنيجاتيف، ال 6 برودكت حاجتين والفرق ما بينهم 1، طبعا 2 باي 3، ال 3 تروح هنا وال 2 تروح هنا. ليه يا ميس؟ عشان احنا قلنا قبل كده ان لما يكون الساين الاخرانية دي نيجاتيف يبقى ال 2 براكتس مختلفين، ال 6 هنا هو عبارة عن برودكت، يا اما 6 باي 1 يا اما 2 باي 3. طب اخد انهي فاكتورز؟ اخد الحاجة اللي الديفرنس ما بينهم 1، خدنا 3 وال 2. طب ليه كتبنا 3 هنا وال 2 هنا؟ الكبير بيروح لساين ايه اللي في النص، والكلام ده شرحناه لو تفتكروا في اول سيشن خدناه. طب يا ميس احنا بنجيبها بالكالكوليتور ازاي؟ لو عايزه اجيبها كده بس بالكالكوليتور، يبقى انا امسك الكالكوليتور بتاعتي واقوم اعمل له كده مود 5 3، الكوفيشنس بتاعتي سواء عملت دي او عملت دي، both of them are right، الاثنين صح. بقول له طب انا عايزه اعمل دي على طول، مفيش مشكله، 2 equal 2 equal نيجاتيف 12 equal. أول واحدة x equal 2 أهي، اللي هي طبعا أنا بكتب الفاريبل بتاعي، الفاريبل اللي عندي 1 y، يبقى أنا هقول له أول واحد equal 2 أهي طبعا من هنا دي، وبعد كده x 2 equal نيجاتيف 3. طيب يبقى أنا هطلع له هقسم كده، هقول له إن y minus 2 equal 0، يعني y equal 2 اللي طلعت لي في الكالكوليتور، وهقول له إن y بلس 3 ايكوال 0، يعني واي ايكوال نيجاتيف 3. طب يا بنس انا حليتها على طول بالكالكوليتور وطلعت كده صح، يعني انا ولا عملت الستيب دي ولا دي ولا دي، وجبت دي على طول صح، مش اي مشكله، لان انا عندي طريقه من طرق الحل باي يوزنج ذا كالكوليتور، عادي جدا. طيب انا دلوقتي يا مس طلعت تو فاريبلز، تو فاليوز للواي، ارجع كده للبرواز اللي احنا عاملينه فوق، فاكرين لما قلنا ريح المصحح، اي حاجه هتستفيد منها اعملها انسايد افريم، اعملها جوه برواز. ارجع كده للبرواز الاولاني خالص اللي انا قايل لك فيه ان الاكس ايكوال واي بلس 1، اذا انت عندك تو فاليوز للواي وبرده عندي تو فاليوز للاكس، مش انت قايل ان اكس ايكوال واي بلس 1؟ يبقى اكتب اكس ايكوال واي بلس 1 هنا، واكتب اكس ايكوال واي بلس 1 هنا. لما الواي بتاعتي تكون نيجاتيف 3 يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 3 بلس 1، يعني اكس ايكوال نيجاتيف 2. اوكي، ولما الواي بتاعتي تكون 2 يبقى الاكس بتاعتي 2 بلس 1، يعني اكس ايكوال 3. ادي الحلول بتاعتي. ايه ده يا ميس؟ مش انت قلتي لي قبل كده ان لما يكون عندك 2 فاريبلز يبقى الحل لازم يكون اوردر دي بير، واحد للاكس والتاني للواي؟ ايوه، يعني هنا السوليوشن ست 2 فاريبلز اوردر دي بير، اول اوردر دي بير الاكس بتاعته نيجاتيف 2، الواي بتاعته نيجاتيف 3، اكتبها. والتاني لما الاكس بتاعته تكون 3 الواي بتاعته تكون 2، يبقى 3 مع 2. طبعا هي طويله، انا ما انكرش ان هي طويله، بس سهله. ليه سهله؟ لان انا مش هفضل افكر هعمل اوميتنج ولا سبستيتيوشن، هو سبستيتيوشن اونلي، وكمان عندي الجبريكالي اونلي، ومسموح لنا نستخدم الكالكوليتور دايركتلي. هي طويله بس سهله. خلاص؟ يبقى احنا كده جبنا السوليوشن ست. طبعا المعلومه بتثبت يمكن من ثالث مره. هنحل واحده تاني بفكره تاني ونشوف هنعمل ايه. هي كلها سيم ايديا، مش ما فيش فكره جديده. كله سبستيتيوشن، الاول سبستيتيوشن سبستيتيوشن سولفينج سبستيتيوشن. يبقى الاول سبستيتيوشن، بعدها ارجع اعمل سبستيتيوشن. خلاص؟ في الايه؟ هجيب from the first degree y with respect to x او x with respect to y، هجيب من الفيرست ديجري يا اما x بدلاله ال y يا اما y بدلاله ال x،
واعمل بيها سبستيتيوشن في السكند ديجري، واحل السكند ديجري على انها ان وان فاريبل، وارجع اعمل سبستيتيوشن زي ما ايه ما عملنا في الاولانيه، ونشوف واحده تاني ايه ونحل. هيا فرح وزياد، ايه رايكم؟ طويله بس سهله ولا ايه؟ أيوة. اكيد أيوة بس أنت مش عارف تعملي واحدة ثانية زيها؟ طبعا هنعمل واحده تانية اكيد. انا احل لكم ثلاثه، يعني انا احل ثلاثه وانتوا ايه مجرد تساعدوني طلعي لي بالكالكوليتور الانسر كده. انا احل 3 اكزامبلز من نفس النوع، وبعد كده ان شاء الله بعد كده باذن الله انتوا اللي ايه انتوا اللي هتحلوا. طب تعالوا نشوف تراي 2 بتقول ايه. انا احل معاكم الاكزامبل 2 ده، الاكزامبل هحله معاكم، انا قلت لكم هحل معاكم ثلاثه كمان، الاكزامبل ده والتراي 2 والتراي ايه والتراي دي، ما فيش غير فيها غير تراي 1 تقريبا وتراي 2. تراي 2 ستوري بروبلم، فاحنا كده كده هنشرح الستوري بروبلم مع بعض. يلا تعالوا نشوف الاكزامبل ده بيقول ايه. بيقول ان انت عندك y minus x، y minus x equal 3، y minus x equal 3، و x power 2 plus x y equal 5. تمام؟ يلا انا نقلتها وتعالوا نشوف هنعمل ايه. دي كده 1 ودي 2. فكرني يا زياد، انا كنت بجيب بعمل ال y with respect to x او x with respect to y من اللينير ولا من السكند ديجري؟ زياد أيوة. كنا بنجيب y with respect to x، الاكس بدلاله الواي او الواي with ايه بدلاله أنا الاكس، اللي with فوق اللي respect أول من الفيرست ولا من السكند؟ فارس طبعا من الفيرست. انا هنا اسهل ان اقول y equal x plus 3 على طول. فرح زعلانه بتقولي طب يا ميس كل مره نقول الواي. بص يا فرح، على حسب مين اللي قدامه نيجاتيف اخلص منه، مش هقعد اوجع دماغي بالنيجاتيف. فالاكس هي اللي قدامها نيجاتيف، خلص اخلصي منها وديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، ما تزعليش المره الجايه هنخلي اكس هي اللي ودريتك 2 واي، ولا اقدر ازعل. يبقى اقول واي ايكوال اكس بلس 3. طبعا انا بهزر، اما اكون عارفه عامله ايديا فكره وهقولها المره اللي بعدها بعمل كاني ايه حد زعلان وانا هقول فكرته. معايا فرح؟ اظن فهمتيني يعني. أيوة طبعا. طيب يبقى انا هقوله ان الواي ايكوال اكس بلس 3، واقوله سبستيتيوت سبستيتيوت انتو. يعني انت قصدك ان انت اي واي في ال2 هتشيلها، اي واي في ال2 هتشيلها وتخليها ايه بالاكس، يبقى اكس بلس 3. يبقى اي واي هشيلها واكتب بدلها اكس بلس 3. لا والله ده احنا عملنا واي المره دي، المره اللي فاتت كنا عاملين اكس ايكوال. طيب يبقى معنى كده ان انا اي واي موجوده هشيلها واكتب بدلها اكس بلس 3. طيب يبقى اكس هحترمها واسيبها، يبقى اكس باور 2 حاضر بلس اكس اوبن براكت بدل الواي هكتب اكس بلس 3 اوكي ايكوال 5، وارجع اعمل اكسبانشن يعني افك اكس باور 2 تنزل زي ما هي بلس اكس باي اكس اكس باور 2 اكس باي 3 ببلس 3 اكس، وبالمره ادخل دي واخليها زيرو ايكويشن ماينس 5 ايكوال 0. طيب عندي اكس باور 2 اكس باور 2 ب 2 اكس باور 2 بلس 3 اكس ماينس 5 ايكوال 0. الكالكوليتور الجميله بتاعتي امسكها كده واقول له 2 انتر 3 انتر نيجاتيف 5 انتر، اول اكس ب1 تاني اكس بنيجاتيف 5 اوفر 2، نكتب الكلام ده يبقى اكس ايكوال 1 اكس ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 2. والله عايزين نعملها اكس 1 واكس 2 عشان ما نتلخبطش، ما فيش مشكله. يبقى اكس ايكوال 1 اهي، نجيبها تاني عشان نتاكد من الاجابه، اكس ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 2. تمام، ممكن عشان فيها 2 اكس و2 واي اعملهم 1 و2 عشان ما اتلخبطش. واقسم صفحتي كده زي ما اتفقنا. انت عندك تو فاليوز للاكس يا عم انت، بس انت عندك برضو واي. يبقى لما اقول له ان الواي مبدئي انه اي واي عباره عن اكس بلس 3، اكتبها بس هنا عشان ما اتلخبطش، يبقى واي ايكوال اكس بلس 3. مش هدي اي فرصه ان حد يلخبط، بس هنا انا كاتب اكس 1 يبقى دي واي 1، وهنا واي 2 ايكوال اكس بلس 3. يبقى انت يا عم الواي الاولانيه هتعمل الاكس اللي طلعت لك بلس 3، حاضر يبقى y1 ايكوال 1 بلس 3.
يبقى y1 equal 4. امسك، جبنا ال y، ال y تعبر عن x plus 3، يعني ال y التانية هتعمل negative 5 over 2 plus 3، يعني negative يبقى equal half، يبقى ال y التانية equal half. تمام كده؟ يبقى معنى كده ان انت لما يكون ال x1 بتاعتك ال x مع 1، ال ordered pair تاخد 4، اما لو الاكس كانت نيجاتيف 5 اور 2 تاخد مين؟ هاف. اكتب لي السوليوشن سيت. اوعى تنسى، ما تبقاش اشتغلت كل حاجه ونسيت ان انت ايه تجيب السوليوشن سيت. اوردر ذا بير طبعا، لان انا عندي تو فاريبلز، الاولاني اكس 1 تكون الواي 4، اما لو كانت الاكس نيجاتيف 5 اوفر 2 تكون الواي بهاف. طبعا واضح ان دي اقصر من اللي فاتت، لان انا عندي هنا الاكسبانشن كان اسهل. يعني ايه الاكسبانشن؟ يعني لما فكيت كان الموضوع اسهل، ما كانش طويله زي الفكه اللي فاتت. تمام، يبقى احنا كده حليناها وجبنا له الاوردر دي بير، الاكس والواي والاكس والواي. طب يا ميس، هو انا ليه بيطلع لي تو اوردر دي بيرز؟ انا اقول لك، اولا ما دام عندك تو فاريبلز يبقى لازم السوليوشن تطلع لي واحده للاكس واحده للواي، يعني السوليوشن يطلع لي اوردر دي بير. طيب عدد الحلول number of solutions، لو تفتكروا قلت لكم في أول مرة، على حسب أعلى باور في الإيكويجنز بتاعتي. والله لو أعلى باور 2 هتطلع لي 2 solutions، فكان ما قلنا how many roots for the equation. ما دام أعلى باور 2 لازم يكون عندي 2 solutions. طب لو أعلى باور 1، 1 solution. طب لو أعلى باور 3، 3 solutions، وهكذا. تمام حبايبي؟ طلع لي اوردر دي بير عشان عندي 2 variables x y، طلع لي 2 solutions عشان عندي أعلى باور، ونشوف التراي اللي بعدها. تمام يا باشا؟ تمام حبايبي؟ تمام. طيب نشوف اللي بعدها. كل ما هنحل هنلاقي الموضوع سهل، هتلاقوا في الاخر دي اهيف واحده فيهم من كتر ما هي سهله. انا ولا هقعد افكر اوميتنج، ولا اخلي الاولانيه زي الثانيه بس واحده بالبوزيتيف واحده بالنيجاتيف، ولا هقعد ايه اوجع دماغي واقول هو اللو ولا لا. دي سهله جدا، الاسهل حاجه فيها ان هي طريقه حل واحده، ما افضلش ايه اجرب في طرق حل زي اللي فاتوا، ولو اللي فاتوا سهلين برضه مش شايفه فيهم حاجه يعني، بس الفكره ان في دي فاشله في دوران كتير. طيب الترايل عندي الاولانيه بتقول ان اكس ماينس 2 واي ايكوال 0، واكس سكوير ماينس واي سكوير ايكوال 3، وتعالوا ننقلهم. يبقى اكس ماينس 2 واي ايكوال 0، دي ايكويجن 1. اما ايكويجن 2، اكس سكوير ماينس واي سكوير ايكوال 3، دي ايكويجن 2. فرح، اقول ايه فرح؟ فروم 1 مين؟ اكس ايكوال 2y، ولا نيجاتيف 2y ايكوال نيجاتيف x وارجع اشطب النيجاتيف؟ تحبي تعملي ال x with respect to y ولا ال y with respect to x؟ زي ما زي ما قلنا، بنعملها دايما قلنا اسهل حاجه ايه؟ ان انا اطرد اللي بالنيجاتيف، يبقى اقول له مين؟ x equal، ها؟ اكس ايكوال اهي برضه اودي ال او 2y اللي بالنيجاتيف دي هتبقى بالبوزيتيف، بالبوزيتيف يبقى ايه؟ هتبقى بدل نيجاتيف 2y زي يبقى ما ايه؟ بيقول ايه؟ تبقى تقول برافو عليك، يبقى x equal to y وبروزها. اوعي تنسي تبروزيها، عشان خاطري المصحح اللي بيصحح لك دايما خلي ورقتك منظمه، ما تقرفوش في عيشته وهو بيصحح. ليه؟ علشان الدرجات يديهاني كويسه. خلاص اوري له ان انا منظم وفاهم، انما اللي بيعمل نكش فراخ ده بيبقى ايه؟ اهو بيجرب وخلاص. يبقى انا عندي هنا x equal to y، هقول له sub into، يعني انت اي اكس موجوده قدامك هتشيلها وتكتب لي بدلها 2y. يبقى انا هعمل كده، الاكس دي هشيلها واكتب بدلها 2y، بس اخد بالي ان هي واخده باور، مش اي مشكله. يبقى 2y all power 2 minus y power 2 equal 3. حاضر، الاكسبانشن هنا ما فيش اسهل منه، 2 power 2 4، y power 2 y power 2، خلص الاكسبانشن، minus y power 2 equal 3. هو 4y power 2 minus 1y power 2 بكام y power 2؟ ب3y power 2 equal 3. طيب انا عندي equation سهله جدا فيها 1 variable، عندي في multiply وعندي في power، طبعا بجيت rid of the weak operation، بخلص من الضعيف الاول، ال multiply اضعف من ال power، يبقى هقول له هنا over 3 over 3، بخلص من ال multiply بال divide، يبقى y power 2 equals 1. بخلص ازاي من الباور يا ميس؟ بالروت. يبقى لما ندي هنا روت وادي هنا روت، اوعى تنسى
ان لما تدي روت 2 عندك variable لازم تقوله positive or negative، يعني اقول له y equal positive or negative 1. ادي طلعنا ال y. طب بعد اذنك يا ميس، هو انا لو قلت له y power 2 minus 3 equals 0، خليتها 0 equation، اقدر احلها بالكالكوليتور؟ لحسن يا ميس مش عايزه اوجع دماغي واحل كده واعمل الستبس الكتيره دي. انت يا ميس قلت لي استخدم الكالكوليتور على طول. اه طبعا، عشان تستخدم الكالكوليتور لازم تخليها الاول زيرو ايكويجن. امسك الكالكوليتور بتاعتي كده تاني، انا بوريكوا ازاي احلها بالستبس وازاي بالكالكوليتور. طب يا ميس انا مش عايزه اوجع دماغي، انا وصلت ان 3 واي باور 2 ايكوال 3 وعايزه احلها على طول بالكالكوليتور، مفيش اي مشكله. عشان تحلها بالكالكوليتور لازم تخليها زيرو ايكويجن، يعني هتدخل ال 3 دي جوه بالنيجاتيف، يعني هقول له ان 3 واي باور 2 ماينس 3 ايكوال 0. امسك الكالكوليتر بتاعتي. امسك يا عم. ايه اعمل ايه يعني؟ تعال 3 انتر. فين الواي؟ المفروض ان انا واي باور 2 بعدها واي بعدها ابسوليوت فاليو، مفيش واي، يبقى 0 انتر. نيجاتيف 3 انتر ايكوال، اول حل ب1 تاني حل بنيجاتيف 1. شكرا، كده حليتها بالكالكوليتر. يبقى انا لما الاقي في منهم واحد مش موجود، زي مثلا ده مش موجود، اعمل بيه سبستيتيوشن بزيرو. زي الواي المفروض ان هي 3 واي باور 2 بلس حاجه فيها واي او ماينس حاجه فيها واي، ماينس 3 ايكوال زيرو. ما دام الواي ميسنج مش موجوده، هعمل بيها سبستيتيوشن ان هي بزيرو زي ما احنا شايفين. اوكي، يبقى انا لما جيت اشوف الحلول فعلا طلع لي واحد ب1 والتاني بنيجاتيف 1. اوكي، طب انا حليتها وطلعنا ان واحد ب1 والتاني بنيجاتيف 1. اقسم صفحتي نصين، اقول ان هنا واحده بواي ايكوال 1 واحده بواي ايكوال نيجاتيف 1. ارجع لي يا باشا للي هنا ده، ان الاكس ايكوال 2 واي، يبقى الاكس الاولانيه 2 باي الرقم ده، يبقى دي لو دي واي 1 ودي واي 2، يبقى هنقول له اكس 1 ايكوال 2 باي 1، يبقى اكس 1 ايكوال 2. بروز 2 تايمز الواي، اما الاكس 2 ايكوال 2 تايمز نيجاتيف 1، يعني x2 ايكوال نيجاتيف 2. بروز ليه انا ببروزهم؟ عشان انا عندي في x مع y واكس مع y، لازم استفيد من الحاجات دي. يبقى سوليوشن ست حاجتين، two variables، لما ال x تكون ب2 ال y تكون ب1 اوكي، اما لو ال x تكون بنيجاتيف 2 ال y هتكون بنيجاتيف 1. كده احنا ملاحظين ان انا كل ما بحل اكتر كل ما بلاقي الدنيا اسهل زي ما انتم ملاحظين. تمام كده، كل ما الاقي حتى الايه يعني حجم كميه الحل اقل. تعالوا نشوف اخر تراي علشان ندخل بعدها في الستوري بروبلم، بس على شرط انتوا هتساعدوني فيها. انا كده حليت معاكم 3 different examples with 3 ways of substitution. تعالوا نشوف اخر واحده دي اللي هي x plus y equal 1، اخر تراي عندنا دي. خلاص بس انتوا هتساعدوني فيها، ماشي حبايبي؟ يبقى لو x plus y equal 1 هنكتبها، انتوا هتحلوا معايا دي equation 1 و x square plus x y plus y power 2 equal 3. زي ما احنا قلنا، زي ما احنا ما متعودين، هقول له from 1 هنا. والله لو قلت لك y equal 1 minus x تمام، ولو قلت لك x equal y minus 1 تمام، بس احنا ميالين دايما ان الايكويشن تبقى فيها x، بنحب يعني لما بنعمل substitution بالx كده متعودين عليها. فانا هقول له y equal، طب يا مستر قلت x equal انت تمام، كده كده انا هودي ايه الناحيه الثانيه بالماينس فمش هتفرق معايا. فانا هقول له y equal x 1 minus x، يبقى هقول له from 1 y equal الاكس اللي كانت هنا بالبوزيتيف دي هوديها الناحيه الثانيه بالمين؟ بالنيجاتيف. الاكس اللي كانت بالبوزيتيف هوديها بالنيجاتيف جنب ال 1، يبقى واي ايكوال 1 ماينس اكس، يبقى واي ايكوال 1 ماينس اكس. اوعى تنسى تبروزها. افتر ذيس بعد كده ابتدي احل. حل ازاي يا ميس؟ كل واي هتشيلها وتكتب بدلها 1 ماينس اكس. حاضر، يبقى الواي دي هشيلها واكتب بدلها 1 ماينس اكس، والواي دي هشيلها واكتب بدلها 1 ماينس 6. ونبتدي كل حبشتكناتها اللي جنبها بسيبها زي ما هي، يبقى اكس باور 2 مش هاجي جنبها،
plus x open bracket instead of y بدل ال y 1 minus x okay plus بدل ال y 1 minus x تمام بس all power 2 equal 3 وبالراحة بقى كده عشان في الاكسبانشن طويل جدا بالراحة. أول حاجة أنا عندي x power 2 حاضر تعالوا بقى نفك دي x plus 1 بx x by negative x بnegative بصوا بقى اتسرعت وكتبت negative غلط ما ينفعش اتسرع positive by negative equal negative x by x x power 2 نقول تاني أنا بعد ما نقلتها وأنا كاتب كل y وأنا عامل substitution وأنا معوض عن كل y 1 minus x x times 1 minus x أهي plus 1 minus x بس all power 2 أبتدي أفك أبتدي أعمل expansion positive by positive positive x by 1 x positive by negative بنيجاتيف ما تسرعش واكتب الساين زي مستر ميم ما عملت لا لازم واحدة واحدة positive by negative negative x by x x power 2 نفك الاكسبانشن ده يلا فاكرين ازاي بفكه؟ الأولاني باور 2 1 باور 2 الساين نيجاتيف اللي في باور النص 2 تمام 1 باي اكس باي 2 بقى 2x لازم آخر ساين تكون بلس التاني باور 2 مش هي 2 اكس ولا اكس باور 2؟ نعم حبيبي هي 2 اكس ولا اكس باور 2؟ هنشوف دلوقتي انت انا فهمت انت نسيت الاكسبانشن او يعني مش انا فاكر فاكر ان الستيب. انا في النص صح. ايوه صح تمام. بص يا باشا الاولاني باور 2 اهي الاخراني باور 2 بس عليها بلس اهي بس انا ايه لما جيت افهمك وفهمتك الاولاني وبعدين الاخراني اللي في النص بقى انا مشيت بالترتيب عادي الاولاني باور 2 الاولاني باي التاني باي 2 يبقى بوزيتيف باي نيجاتيف بنيجاتيف 1 باي اكس باي 2 ب2x لازم اخر واحده تكون بلس التاني باور 2 اه بقى تمام كده كده فكيت عملت الاكسبانشن وعندي حاجات كتيره جدا هجمعها مع بعضها ركز بقى معايا في اكس باور 2 وفي اكس باور 2 وفي اكس باور 2 اعمل عليهم علامات شبه بعض كده وفي اكس وفي اكس وفي ابسولوت فاليو وفي ابسولوت فاليو تعالوا بقى نجمع ايه الحاجات مع بعضها اول حاجه اكس باور 2 ماينس اكس باور 2 راحوا مع بعض طيروا بعض يبقى لي مين اكس باور 2 واحد انقلها يبقى اكس باور 2 عندي فيه بوزيتيف 1x ونيجاتيف 2x بكام x؟ بنيجاتيف x تاني. لو انا مش عارف احسبها اقول 1 ماينس 2. اما يكون واقفه لوحدها كده يعني جنبها 1. اعمل على الكالكوليتور 1 ماينس 2 تديني نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1x. اه اكتب ال 1 عادي ما يعني فيش اي مشكله ما حدش ليه حاجه عندك. المهم ان انت ما تتلخبطش. 1 باور 2 يعني 1. 1 ماينس 3 بنيجاتيف 2 ايكوال 0. الكالكوليتور بتاعتي امسكها كده قول له 1 انتر من ال 1 دي كوفيشنت الاكس بار 2 نيجاتيف 1 انتر نيجاتيف 2 انتر اول حل ب 2 تاني حل بنيجاتيف 1 المس قالت لي اقسم صفحتك نصين قول له اكس 1 ايكوال 2 x2 equal negative 1 اهي الحلول بتاعتي نعيدها تاني واحد ب2 والتاني بنيجاتيف 1 تمام حبايبي يبقى هنا واحد ب2 والتاني بنيجاتيف 1 ارجع 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 لمين للي انا بروزه انا على فكره لما بروزت الحاجه اللي انا هبص عليها ما تهتش ما تهتش وانا ايه بعد ما احل كانت فين كانت فين كانت فين اه ده انا مبروزها لك قدام عيني اهي عشان انتوا لما بتيجوا تحلوا في الامتحان بتتوتروا فبتحولوا لا ما عنديش فرصه ان انا اتوه يبقى y equal 1 minus x يبقى y 1 equal 1 minus 2 1 minus ال x يعني y 1 equal negative 1 وبروز y 2 انت قايل ان هي 1 minus x يعني 1 minus negative 1 يعني y 2 equal 2 وبروزها يعني السوليوشن سيت اللي عندك يا عم لو الاكس بتاعتي ب2 الواي بتاعتي بنيجاتيف 1 حاضر اما لو الاكس بتاعتي بنيجاتيف 1 الواي بتاعتي ب2 حاضر وكده يبقى احنا خلصنا كل
تقريبا ما فيش فكرة ما قلناهاش في النوع ده. كل أنواع الأفكار اللي موجودة في الليسون ده ما عدا طبعا الستوري بروبلم، شفتوا تقريبا يعني خد معانا نص زي ما قلت لكم، نص ساعة بالظبط، وكنا حالين كل الاكزامبلز وكمان كل الايه وكمان كل التراي. طيب في فكرة أو في حاجة عايزين أقولها تاني؟ هاي فرح، في حاجة وقع منك عايزين أقولها قبل ما أدخل في الستوري بروبلم؟ ممكن بس الحتة اللي هي في الأول خالص دي، حاضر، اللي في الأول خالص اللي هنا. أو طيب لأ تعالي، اللي تحتها. طيب اللي تحتها اللي هي بعمل سبستيتيوشن ازاي. طيب انا اول حاجه احنا قلنا ان I'm going to find x with respect to y او y with respect to x، فانا هنا جبنا ال y with respect to x، جبنا ال y بدلاله ال x. ازاي؟ سبت ال y في مكانها واديت له ال x الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى قلنا y equal 1 minus x، وهشيل كل y زي ما انت شايفه اللي انا عامله ده، هشيل كل y واكتب بدلها 1 minus x، يبقى x power 2 plus x times 1 minus x plus 1 minus x all power 2 equal 3. ده اللي انا عملته. وجينا عملنا expansion. يعني ايه expansion؟ يعني فكينا x power 2 نزلناها زي ما هي plus x times 1 ب x positive by negative negative x by x x power 2. نفك ازاي البراكت ال power 2 الاولاني power 2 اهي، اسيب مسافة كده بلس التاني باور 2 يبقى اكس باور 2. طب اللي في النص الاولاني باي التاني باي 2 يبقى بوزيتيف باي نيجاتيف بنيجاتيف، 1 باي اكس باي 2 ب 2 اكس، 1 باي 1 ب 1، باي 2 ب 2، مفيش حاجة باي الاكس تنزل الاكس. ما ننساش ان في 3 بره دخلناها وخلناها زيرو ايكويشن عشان اقدر احلها بالكالكوليتور، يبقى ماينس 3 ايكوال زيرو. طيب بس انا لسه عندي في حاجات كتيرة قوي شبه بعض لازم اجمعهم مع بعض، اسمها ايه؟ collect the like terms، جمع ال like terms، collect the like terms. عندي x power 2 minus x power 2 راحوا مع بعض، يتبقى لي مين؟ x power 2 اهي. خلصنا كده كل ال x power 2. عندي فيه 1x minus 2x، لما اعمل على الكالكوليتر 1 minus 2 تديني negative 1، يبقى negative 1x اهي. في لسه absolute values يعني في أرقام من غير ما يكون جنبها symbols. 1 power 2 يعني 1، 1 minus 3 تديني negative 2. الله دي بقت zero equation، مسكنا الكالكوليتور بتاعتنا وحليناها، قلنا 1 enter negative 1 enter negative 2 enter، طلع لي x1 ب2 وx2 ب-1. طيب انت عندك 2 values للx، برضه هيبقى عندك 2 values للy. ليه؟ لان انت قايل لي فوق ان y equal 1 minus x، يبقى لما تعمل 1 minus x يبقى 1 minus 2 اهي تدي لك negative 1، لما تعمل 1 minus x يبقى 1 minus negative 1 تديني 2. يعني الـ ordered pairs اللي عندك لما الـ 2 يكون معاها negative 1 ولما يكون negative 1 يكون معاها 2، ده اللي احنا كتبناه. تمام حبيبة قلبي؟ تمام كده يا فرح؟ ايوه تمام. طيب تعالوا بقى يا حبايبي نشوف الـ story problems بتقول ايه. هنرجع لليسون 1، نرجع كده مع بعض لليسون 1 ونشوف الستوري بروبلمز اللي فيه كانت بتتكلم بتقول ايه او بتتكلم عن ايه. في الستوري بروبلم انا وظيفتي ان انا احول من الماث من الانجليش للماث. يعني ايه مش احول من الانجليش للماث؟ هتعمل ترانسليشن، هترجم كل كلمه بالانجليش لماث، وطبعا انا هدربكم ازاي نعمل الكلام ده. هنعمل ايه يعني؟ قالي تعالى يا باشا، بيقول لك في الاكزامبل اللي هنا ده 2 years ago من سنتين فاتوا the age of a man was 4 times the age of his son. بالراحة كده انا دلوقتي عندي في حاجتين مختلفين، age للمان و age لhis son، age of a man و age of his son. فأنا بعمل إيه؟ أنا بعمل حاجة بسيطة جدا، هم قايل له كده let أي حاجتين مختلفين يبقى عندي two variables على طول، let the age of a son equal x، the age of a
مان ايكوال واي. يبقى اول حاجه كتبتها ان انا افترضت ان الايدج السن هو الاكس وايدج المان هو المين الواي. قال لي 2 years ago يعني من سنتين فاتوا، من سنتين فاتوا the age of a man، يعني الواي دي من سنتين فاتوا كانت واي ماينس 2. انا ترجمت الكلام اللي هو قاله تاني، مش احنا قلنا the age of a man is y، تمام كده؟ يبقى من سنتين فاتوا كان y برضو ولا كان y minus 2؟ بيولوجيك كده حبايبي انتوا معايا. أيوة تمام. يبقى من سنتين فاتوا اكيد ما كانش y، كان y minus 2. قال لي 2 years ago يبقى y minus 2 the age of a man was 4 times the age of his son. يبقى y minus 2 equal 4x. ادي اول equation عندي 4 times his son يبقى 4x. ادي اول equation عندي. نقول تاني، انا عندي حاجتين مختلفين، فانا افترضت ان الايدج اوف ذا son x وافترضت ان الايدج اوف ذا مان از y. من سنتين فاتوا يعني y minus 2 كان عمر الراجل 4 times a his a the age of the man was 4 times the age of his son. يبقى 4 x minus 2 برضو، لان برضو الابن هيبقى من سنتين فاتوا، يبقى 4 times مين 4 times a x minus 2، تمام؟ لان برضو كان هو الابن كمان x minus 2، تمام حبايبي؟ يبقى دي اول equation. طب نكمل. after 3 years from now يبقى after 3 years from when يبقى y plus 3 the age of the man will be 3 times the age of his son. يبقى y plus 3 equals 3 times x plus 3. انا كده كونت two equations. نقول تاني، انا افترضت ان عمر الولد دلوقتي x وعمر الراجل دلوقتي now y. from 2 years ago يبقى كان الراجل كان الولد x minus 2 وكان his father y minus 2. يبقى من سنتين فاتوا كان الفاذر y minus 2 وكان الصن x minus 2. قال لي ان ده equal 4 times الكلام ده. حاضر، يبقى كان من سنتين فاتوا ده equal 4 times ده، ودي equation 1. بعد 3 سنين بقى الناو ده هيبقى بعد 3 سنين equal الناو ده بعد 3 سنين. The now is after 3 years هيبقى 3 times. هيبقى ايه؟ 3 times. يبقى هنا 3 times الكلام ده. وتعالوا نعمل expansion ونحلها. أول حاجة هو ال y minus 2، طبعا لازم أعمل expansion وابتدي أحل. هنا أعمل 4 by x و 4 by negative 2 يبقى 4x minus 8. يبقى كده equation 2 variables. إحنا متعودين نحلها كده ولا نجيب ال x جنب ال y وال absolute value لوحدها؟ متعودين نجيب ال x جنب ال y. يبقى هقول له إن ال 4y ال 4x دي هتدخل جوه بال negative وال negative 2 دي هتطلع بره بال positive. بالراحة كده يعني إيه؟ y في مكانها، 4x هدخلها بال negative يبقى minus 4x equal negative 8 في مكانها، أودي لها negative 2 بال positive يبقى plus 2. نقول تاني، y في مكانها دخلت لها ال 4x بس بالنيجاتيف اهي equal negative 8 في مكانها، جبت لها النيجاتيف 2 بس بالبوزيتيف. ده اللي انا عملته. طيب y minus 4x equal negative 4، ودي equation ايه؟ negative 6، ودي equation 1. تعالوا بقى نشوف equation 2. يقول لك ان y plus 3 k، يلا نعمل expansion، يلا نفك 3x positive by positive positive 3 by 3 9. أنا مش متعود على كده يا ميس، أنا متعود إن أنا أخد ال y جنب ال x وال absolute value لوحدها. يعني إيه؟ يعني هتجيب ال 3x هنا بالنيجاتيف وتودي ال 3 دي بالنيجاتيف، دي بالنيجاتيف ودي بالنيجاتيف، يعني هتعمل إيه؟ y في مكانها ما جتش جنبها minus 3x، 9 في مكانها ما جتش جنبها minus 3، يعني y minus 3x equal 6، ودي equation 2 اكتبها هنا.
y minus 3x equal 6. دي equation 2. والله واضح جدا ان انا ممكن اعمل omitting، ان انا هعمل multiply ال equation 1 دي by negative، يبقى دي كده by negative ودي هتبقى positive ودي هتبقى positive. يبقى لو multiply equation 1 by negative 1 and add، احنا قلنا عشان اغير الساين بقوله multiply by negative 1 على طول. يبقى لما نعمل multiply by negative 1 ال y كانت positive بقت negative، ال x كانت negative بقت positive، ال 6 كانت negative بقت positive. أما نعمل add دول راحوا مع بعض، 4x minus 3x ال x واحدة بس equal positive 6 و positive 6 equal 12، يعني عمر الولد 12 substitute in أي واحدة منهم. ناخد السهلة نقول له in mean in 1 أو in 2 تؤسها، يبقى y minus 3x equal 6، يعني هتشيل كل x وتكتب بدلها 12، يعني y minus 3 by 12 equal 6، أو أدي الكلام ده الناحية التانية بالبلس، y minus 36 equal 6، يعني y equal 6 plus 36، يعني y equal 6 plus 36 42، يعني the age of the son is 12 years old, the age of the man is 42 years old. يبقى the age of a son now equals 12 years old. The age of a man now is 42 years old. طبعا عارفة ان هي رخمة وطويلة، بس احنا طبعا كل حاجة تبقى طويلة لحد ما نتدرب عليها كويس هنقدر ايه نحلها بكل سهولة. يبقى احنا كده خلاص، اهم حاجة ان تعمل ترانسليشن صح، ان انت تترجم صح. فانا لو ترجمت الاكزامبل صح خلاص كده انا ايه، انا قدرت احل. Let's see another idea، تعالوا نشوف فكرة تانية. تمام كده؟ طبعا كل ده هبعته لكم ايه؟ هبعته لكم بي دي اف. Let's see another idea، تعالوا نشوف try 2 دي بتقول ايه. The sum of two numbers equal 12 and twice one of them is more than the other by 3. Find the two numbers. واحدة واحدة. احنا اتفقنا لو انت عندك حاجتين مختلفين two different things أو two different objects we are going to let the first x بعمل إن هما two variables and the second y. تمام حبايبي؟ بالراحة تعالوا نعمل translation ليه. قال لي إن أنت عندك the sum of two numbers، يبقى أول حاجة هقول له let the first number equal x the second number equal y. خلاص أنا دي أول حاجة افترضتها. أول معلومة بتقول لي the sum of two numbers equal 12، يعني x plus y equal 12. حاضر كتبناها مفيش أي مشكلة، أكمل. And twice one of them يبقى 2x twice one of them is more than the other by 3. أما لك more than أو less than يبقى تعمل minus، يبقى ده الكبير minus ال y equal 3. نقول تاني، قال لي twice one of them يعني 2x more than the other أكتر من التاني بال 3. طبعا يا مس المور ذان والليس ذان والحاجات دي بتلخبطني جدا. بتدي لنفسك حاجه اسمها بيبي اكزامبل، يعني اكزامبل بيبي صغير جدا. يعني ايه؟ انا ليا اخوات، فانا مثلا ما اقول ايه، يعني مثلا مريم بنتي وادم اخوها، اقول ايه، مريم has مثلا 50 pounds she is more than her brother by 10.
يبقى يا ترى البراذر ده معاه قد ايه، اخوها معاه قد ايه، ادم معاه قد ايه. اه انا دي اديت لنفسي بيبي اكزامبل. يبقى لو هي معاها 50 وعملناها ماينس اللي مع اخوها يديني 10، ده اللي انا عملته. يبقى معنى كده ان اخوها معاه 40. فهمنا احنا عملنا ايه؟ ادينا لنفسنا بيبي اكزامبل. بيقول لي ان توايس الاولاني يعني 2x از مور ذان التاني، يبقى ماينس. عشان نجيب ال 3 دي عملنا ماينس، ماينس التاني يبقى ماينس الواي ايكوال 3. فايند ذا تو نمبرز. طبعا ايكويشن ان تو فاريبلز سهله جدا، ما فيهاش اي لف ودوران. هقول له مين؟ اد 1 بلس 2. يعني عملنا اد 1 بلس 2 لان انا عندي واي بالبوزيتيف والايه؟ واحده بالبوزيتيف والثانيه بالنكتف. لما نعملهم اد هتبقى 1x بلس 3 بلس 2x بلس 3x ايكوال 12 بلس 3 ايكوالز 15. ايكويشن عاديه جدا. ديفايدد باي 3 ديفايدد باي 3 يعني اكس ايكوال 5. جبنا يا جماعه كده الاكس، يعني جبنا النمبر الاولاني باكس. قال لي ان انت عندك سبستيتيوت ان 1، يبقى معنى كده ان 5 بلس واي ايكوال 12 يعني الواي ايكوال 7. يبقى التو نمبرز جبناهم، ذا تو نمبرز ار 5 اند 7. وعايزه اقول لكم ان الاكزامبلز بتيجي زي دي، ما تجيش طويله قوي زي اللي فاتت. يبقى التو نمبرز هما 5 و7. طب انسى انا مش متاكد من اجابتي، تشيك يور انسر. هل ال 5 وال7 مجموعهم 12؟ there's some 12. ايوه. هل لو عملنا توايس ال 5 يعني 10 ماينس ال 7 تديني 3؟ ايوه. يبقى انا اجابتي صح. والاكزامبلز يا جماعه بتيجي كده قصيره كده، ما تجيش طويله قوي زي اللي فاتت. تمام حبايبي، حتى مسائل الامتحانات بتيجي كده. في تريك صغنونه قوي عايزه اقول لكم عليها. ايه هي؟ بص، لما يجي يقول لك تو ديجيت نمبر، تو ديجيت نمبر يعني ايه؟ يعني مثلا قلت لك 52 خلاص. انا دايما بعتبر ان التو ديجيت نمبر دول انت عندك اليونتس والتنس، صح؟ انا واخدها من يمكن وانا في اولى ابتدائي. انا عارف ان التو المكان بتاعها اسمه يونتس والفايف المكان بتاعها اسمه تنس. بقول له let the units equals x، انا طبعا ما اعرفهمش، و the tens equal y. طب عشان تكون النمبر، يعني انا دلوقتي عايز اكون النمبر ده، تكوين النمبر نفسه x plus 10y. خد بالك من دي كويس قوي، ايكوال الحاجه. ليه يا ميس 10y؟ لان لو جيت اعمل اكسبانشن دي، لو جيت افك دي من شغل مثلا تانية ابتدائي، تبقى عبارة عن 50 بلس 2. ايه ده؟ ده انت مسكت الديجيت ده الفايف ده عملته باي 10 عشان ديك الفاليو الحقيقية ليه بلس 2. يبقى لو انت حبيت تكون النمبر، لو انت فارض ان اليونتس اكس والتنز واي، تكوين النمبر نفسه، تكوينة النمبر عبارة عن اكس بلس 10 واي. خدوا بالكم من دي لان احنا هنحل واحدة عليها. تمام حبايبي؟ اي تو ديجيت نمبرز بفترض ان اليونتس باكس والايه والتنز بواي، او براحتك عايز تعمل اليونتس واي والتنز باكس. تكوينه النمبر نفسه عباره عن اكس بلس 10 واي، يعني اليونتس بلس 10 تايمز الايه الديجيت اللي في التنز. خدوا بالكم من دي. تمام حبايبي؟ طيب تعالوا بقى نحل على الفكره دي. Let's solve on this idea. الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ A two digit number its tens digit is twice its unit digit. تمام. If the two digits are reversed, the resulting number decreased the original number by 27. طب الفكرة دي رخمة وطويلة شوية، أنا عايزة أجيب لكم فكرة من أفكار الامتحان. دي طويلة، لو عملنا ريفرس والكلام ده هنحلها برضو، بس الأول نحل فكرة سيمبل شوية. تعالوا كده نشوف الأفكار اللي موجودة في كتاب الامتحان. يلا let's see this idea. A rectangle with a length more than its width by 4. تعالوا حبايبي يلا نعمل دي. مين هيعملها معايا، زياد ولا فرح؟ يلا يا زياد. A rectangle with a length more than its width by 4. اقول لك ليت مين وليت مين يا زياد؟ هتخلي ال width x وال length y ولا العكس؟ ليت ايه؟ ال length x وال width y. لا ليت the length equal x
the width equal y. طب مثلا انا مش عايز x وy، انا عايز w ال، براحتك اي تو فاريبلز تيجي في دماغك براحتك، بس احنا بما اننا متعودين على x وy كتبنا x وy. طب انا بقى يا ميس مزاجي اعملهم w ال، براحتك خالص مفيش اي مشكله. ادي اول حاجه ناخد اول انفورميشن، هنعمل ترانسليشن من الانجلش للمات. دول ريكتانجل with a length more than its width by 4، اتفقنا more than بترجمها لايه؟ بلس ولا ماينس؟ مور ذان يبقى بلس، يا راجل لا ماينس ماينس ماينس، اي مور ذان وليس ذان واي ديكريز وانكريز كلهم ماينس. يبقى ذا ريكتانجل with a length more than its width by 4 يعني اكس ماينس واي ايكوال 4، انا يا لينس اكتر منك يا واي يا ويتس ب 4. ادي اول ايكويشن، ادي ايكويشن 1. نترجم الثاني خلاص. if it's a perimeter if the perimeter of the rectangle is 28. فاكر البريمتر قانونه ايه؟ فاكر قانون البريمتر؟ طيب سيبوه على جنب. ازاي البريمتر كان عباره عن 2 by length plus width، كتبناها على جنب عشان نفتكره. يعني 2 وبين براكت كده x plus y اللينس بلس الويتس ايكوال كام؟ اري بريمتر ايكوال كام؟ 28. ودي ايكويشن 2. ينفع حل يا زياد ايكويشن 2 هي بالمنظر ده كده ولا لازم اعمل لها اكسبانشن؟ لازم لازم اعمل لها ايه؟ اكسبانشن. اكسبرت فرح اشطر مني انا وانت، قالت لي مش لازم اكسبانشن. ليه يا فرح؟ فرح بتقول لي ثواني يعني. طب ما تبسطي الايكويشن دي شويه. ابسطها ازاي يعني؟ هو احنا مش عارفين ان البراكت اقوى اوبريشن في الماث؟ اه. طب امس ترتبي لي كده، رتبي لي الايكويشنز قوتها. بيد ماس يعني مس بيد ماس، بيد يعني براكت، اه يعني اندكس، هي للباور. اندكس يعني باور، وتاخدوا كلمه اندكس دي في اولى ثانوي ما بقاش اسمها باور خلاص، اسمها اندكس. تمام، هتاخدوها ان شاء الله وانتوا في اولى ثانوي. دي يعني ديفايد، ام يعني مالتبلاي، ايه يعني اديشن، اس يعني سبتراكشن. يعني اقوى حاجه البراكت، يليها الباور، يليها الديفيجن او المالتيبليكيشن. الاثنين ايه؟ الاثنين الديفيجن او المالتيبليكيشن، اللي يجي منهم الاول يتعمل الاول، الاديشن والسبتراكشن يجي منهم الاول يتعمل الاول. فالبراكت اقوى حاجه، فانا اخلص من التو، التو دي معمول لها مالتيبلاي، ان انا واديها الناحيه الثانيه بالديفايد، يعني هنا ديفايد هنا ديفايد. معنى كده ان ما بقتش اكس بلس واي باي 2، بقت اكس بلس واي بس، واستغنيت عن البراكت خلاص. ايكوال 28 ديفايدد باي 2 14. برافو يا فرح، انت طلعتي اشطر مننا احنا الاثنين. اه يبقى انا بدل ما كنت احلها واعمل 2 اكس بلس 2 واي ايكوال 28 واحلها، طب وانا اعرف نفسي ليه؟ ما هي دي هي هي دي دي هي هي دي خلاص، الاثنين دول ايكوفالنت لبعض. ايكويشن 2 اجيب 1 تحتها عشان ما توحش، اكس ماينس واي ايكوال 4. طب انت لو حليتها وفكيت عادي براحتك، بس احنا بنحاول نبسط على قد ما نقدر. يلا يا باشا ايكويشن هديه، الهديه اللي فيها مديالك هديه ان واحد بالايه واحد بالايه. الواي بوزيتيف واللي تحتيها نيجاتيف، طب يا باشا يبقى هتعمل ايه؟ قد ايه؟ نشيلهم هما الاثنين. قد 1 بلس 2، لما نعملهم قد هيتشالوا مع بعض. يلا اكس واكس، اكس و اكس ب بتو 2 اكس اكس انت تحت مني ليه؟ 14 و 4 14 و 4 ب 18. تمام. يلا divided by 2 divided by 2 يبقى اكس ايكوال 9. طلعنا الاكس ب 9 بسرعة بسرعة بسرعة. انت مش قايل لي ان اكس ماينس واي ب 4 او اكس بلس واي ب 12 ب 14؟ يبقى ايه؟ سب ان اي واحده منهم، سب ان 1 ان 2. يلا يبقى 9 بلس واي ايكوال 14. منتل كده بدماغك 9 بلس كام تديك 14؟ 9 9 بلس واي بلس ايكوال 14 5 يبقى واي ايكوال 5. يبقى احنا كده وي جيت ذا فاليو اوف اكس اند وي جيت ذا فاليو اوف واي. طبعا كده هنقول له ايه؟ هو انا عايز حاجه اسمها اكس واي ولا عايز ايه؟ then the length equal x and the width equal y equal 5. يبقى the length equal 9 تمام، the width equal 5. we get the value of the length and we get the value of the width. تمام كده حليناه ولا ما حليناش كده؟ ايوه تمام.
لا مش تمام، شفت بقى انا لخبطتك. فكان فاضل اقرا فيها ايه؟ للاخر يا باشا. حاضر الاريا. فايند ايه؟ اتس ايه؟ اريا يبقى انت مش بعد ما اشتغلت كل ده وعملت كل حاجه نسيت تجيب الاري. ايه اريه الريكتانجل يا فرح؟ فرح بقى لا تحل اريه الريكتانجل. يقول اريه الريكتانجل يا فرح فروحه لينس واي ويتش. جميل. لينس باي ويتس، تمام. كمل للاخر عشان تاخد درجتك كامله. يبقى مين باي مين؟ 9 by 9 باي 5 8، 9 باي 5 ايكوال 45 سنتيمتر سكوير. الله عليكي الله عليكي، ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين، ربنا يحفظكم. يبقى احنا كده اشتغلناها للاخر وما نسيناش هو عايز مني ايه. هو عايز في الاخير الاير، هو عايز في الاخير المين؟ الاير. وليت سي انذر اكزامبل، تعالوا نحل واحده تانيه فيها ستوري بروبلم. اهي اهي التو ديجيت نمبر اهي جاي في المنوفيه طبعا، يعني اكيد يعني المنوفيه والدقهليه ودمياط والقليوبيه اقوى امتحانات. هي مش دي هتبقى يونت 2؟ نعم دي يونت 2. لا، الاكيوميتيف كويستشنز يجيب لك على كله هي مش يونت 2. هي يونت 2 فيها اسئله على يونت 2، فيها برضو اسئله على يونت 1 عادي جدا. ما دي اوكي على يونت 1، اما بالاكيوميتيف كويستشنز يجيب لك على كله. فدي ده جمالها، ان انت وانت بتحلي بتراجعي في نفس الوقت. يلا نقول شوف هنا بولي اتو ديجيت نمبر. حاضر تعالى لي بقى كده يا حبيبي، انت عايز مني تو ديجيت نمبر. يبقى هقول له ايه؟ ليت ذا فيرست ريد ذا يونس ديجيت ايكوال ايه يا فرح؟ هتحلوا انتوا الاثنين ايه؟ معايا، انا طبعا هساعد. ليت ذا يونس ديجيت ايكوال اكس، ذا تنز ديجيت ايكوال واي. يبقى ليت ذا يونتس ديجيت ايكوال اكس. احنا اتفقنا ان اي تو ديجيت نمبر عنده يونتس وعنده تنز. اليونتس هفترضها اكس والتنز هفترضها واي. ليت ذا تنز ديجيت ايكوال واي. يبقى تو ديجيت نمبر اتس يونتس ديجيت از توايس اتس تنز ديجيت، يعني الاكس ايكوال تو واي از ا ديجيت. از ا ديجيت انا لسه ما كونتش النمبر. الاكس توايس ايه؟ التنز. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن اقول لك 24 الايه؟ اليونتس توايس الايه؟ التنز. ممكن اقول لك 12، ممكن اقول لك 48، ممكن اقول لك 36. التنز دبل المين؟ الوانز. التنز دبل الوانز از ا ديجيت. از ا ديجيت ده كله يا جماعه على بعضه اسمه نمبر، ده كله على بعضه اسمه نمبر، ده اسمه ديجيت وده اسمه ديجيت، ديجيت وديجيت. يبقى انت اليونتس الاكس توايس المين الواي. ادي ايه؟ ادي ايكويشن 1. ادي كده كونتوا الايكويشن 1 بمنتهى السهوله. يبقى اتس يونت ديجيت از ا ديجيت از توايس ذا تنز ديجيت. اف ذا برودكت اوف اتس تو ديجيتس ايكوالز ثيرد، يعني ده باي ده ايكوال ثيرد، يعني اكس واي ايكوال ثيرد، ده البرودكت. اكس باي واي ايكوال ثيرد ده اوريجينال نمبر. يبقى ايه؟ ذا برودكت، البرودكت بتاع الاكس بالواي ايكوال ثيرد. ثيرد مين؟ ذا اوريجينال نمبر. فكرين الاوريجينال نمبر بيبقى مين؟ لو اليونتس اكس والتنز واي، يبقى الاوريجينال نمبر مين؟ اكس بلس ايه اكس يا بلس فرح؟ واي. لا اكس بلس 10 واي. مش عارف. ماشي طيب ارجعها لك تاني. بص يا حبيبي اختاري اي واحد من دول يعجبك، اي رقم من دول يعجبك، اي نمبر منه. 12. طيب 12، امسكي ال 12 دي. ال 12 انت عندك هنا يونتس وهنا تنز، هنا 2 1 صح؟ عايزه اكون النمبر ده يا فرح، هتبقى 10 بلس 2، ده تكوينه. عملنا ايه؟ عملنا 2 دي تايمز 1، 2 دي زي ما هي بلس 10 تايمز الايه؟ تايمز اللي هنا. ناخد مثلا 36، عشان اكون ال 36 هتبقى عباره عن 6 بلس 10 تايمز 3، 10 تايمز ايه؟ الديجيت اللي هنا. طب عشان اكون 84 يبقى انا عندي هنا ال 4 زي ما هي 10 تايمز ال 8 اللي هنا. يبقى انا مفترض ان الاكس
ديجيت ديجيت، يعني ايه ديجيت؟ يعني نمبر كده لوحده، حاجه واقفه لوحدها، والواي ديجيت خلاص. يبقى الواي تفضل واي زي ما هي، ولا تبقى 10 واي في تكوين النمبر، تكوين اي نمبر. اكس بلس 10 ايه؟ يبقى اليونتس بلس 10 تايمز. تمام يا حبيبتي، ده تكوين النمبر، ودي كده ايكويشن 2. تعالي نحلهم مع بعض. طبعا انا ما اقدرش اسيب دي زي ما هي كده، لازم اعمل لها اكسبانشن. يبقى هقول له ان الاكس واي ايكوال ثيرد اكس بلس 10 اوفر 3 واي. دي ايكويشن 2. يلا يا باشا، طبعا واضح جدا انها تتحل بطريقه المين السبستيتيوشن. ليه بطريقه السبستيتيوشن؟ هو اللي قايل لي ان الاكس ايكوال تو واي، مش جايبها من مخي، هو اللي قايل لي بس كده. ولا في سبب تانية زياد ليه احلها بالسبستيتيوشن؟ عشان هو قال لي اكس ايكوال تو واي، ده بس السبب ان انا مجبر احلها بالسبستيتيوشن، ولا في سبب تاني؟ لو قلت لي تبقى سوبر. ليه انا مجبر احلها بالسبستيتيوشن يا زياد؟ ها ثانية اسمعك. ثانية كده الايكويشن دي الديجري بتاعتها ايه؟ فيرست ده 1 وده 1. طب الايكويشن دي الديجري بتاعتها ايه؟ الايكويشن دي على فكره دي سكند. لا يا باشا دي سكند، لان اكس واي دي فيرست ودي فيرست، الاثنين مع بعض معلوم مالتي بلاي بقت سكند. الايكويشن دي سكند مش فيرست، يبقى دي تمام. فيرست انما دي سكند. يبقى انا مجبر احلها بالسبستيوشن بمزاجي، مش بمزاجي يا باشا. ان احنا لما يكون عندي واحده فيرست والثانيه سكند، يو هاف تو سولف ات باي ذا سبستيتيوشن ميثود. يبقى هقول له فروم 1 جنب 1 كده، فروم 1 اكس ايكوال تو واي. طب هي مكتوبه اصلا، هقول له سب ان 2 يعني سبستيتيوت سبستيتيوت ان 2 يعني هتريبليس كل اكس ب 2 واي. حاضر، هشيل الاكس دي وهشيل الاكس دي معايا، ما تتوهوش مني بقى. يلا يبقى هشيل كل اكس واكتب بدلها 2 واي. يبقى هنا 2 واي براكت كده وجنبها 1 اهي، شلنا الاكس وكتبنا بدلها 2 واي ايكوال سيرد، بدل الاكس هكتب بدلها 2 واي. حاضر، بلس 10 اوفر 3 واي زي ما هي، وابتدي اعمل اكسبانشن، ابتدي افك 2y تايمز y بايه؟ 2y باور 2 ايكوال سيرد باي 2 ب 2 اوفر 3 y بلس 10 اوفر 3 y. ابتدي اجمع اللايك تيرمز واخليها زيرو ايكويشن. تمام حبايبي؟ يبقى انا تمام. هقول، هقوم قايل له ايه؟ هقوم قايل له ان 2y باور 2، لان نعمل على الكالكوليتور 2 اوفر 3 بلس 10 اوفر 3 هتطلع لي 12 اوفر 3. 12 اوفر 3 ب 4، يعني عملت دي على الكالكوليتور ودي هتطلع لي 4. انا طبعا ايه، انا بحسب بسرعه، بس انا عارفه ان انتوا ما شاء الله بتوقفوا مخكم وتمسكوا الكالكوليتور. لو حسبنا دي على الكالكوليتور تطلع لي 4. طب تعالوا نحسبها اهي، هنعمل 2 اوفر 3 بلس 10 اوفر 3 يطلع لي كام؟ على طول 4. يبقى احنا كده حسبناها بالكالكوليتر، يبقى بلس 4 واي ايكوال 4 واي. طبعا انا عشان احلها لازم اخليها ايه؟ زيرو ايكويشن. يبقى هودي دي الناحيه الثانيه بالمين؟ بالنيجاتيف. يبقى 2 واي باور 2 ماينس 4 واي ايكوال 0. فاكرين كنا بنعمل ايه؟ الكالكوليتر بتاعتي مود. طبعا المفروض اخد 2 كومن فاكتور، بس مش مشكله هحلها على طول. يبقى المفروض ان انا هعمل كده مود 5 3. يلا يبقى هنا 2 انتر، نيجاتيف 4 انتر. هل في سي؟ فكده قلت لكم ممكن ما تلاقيش سي. هل في ابسولوت فاليو؟ ولا ابسولوت فاليو هنا زيرو؟ زيرو زيرو، ما فيش ايه؟ ما فيش رقم لوحده، زيرو. يبقى زيرو انتر. اول واي ب 2، ثاني واي ب 0.
هقول y equal 0 y equal 2. يبقى أنا عندي لما يكون ال y بالزيرو، أنت قايل لي إن ال x equal to y، يعني x equal 0. يبقى ال 2 number 0 هكتب refused، مفيش حاجة اسمها ده 0 وده 0. refused مرفوض. ال 2 number ده 0 وده 0، لا أنا مش عايز كده. طب لما يكون ال y ب 2 يبقى x equal 2 by 2، مش أنت قايل لي إن ال x equal to y؟ أهي المفروض أنا كنت بروزها. يعني لو y بتاعتك ب 2، ال x ب 2 by 2، يعني ال x ب 4. يعني ده نمبر، النمبر بتاعي لما يكون اليونتس بتاعتي اكس ب 4 تكون الواي بتاعتي بايه؟ ب 2. يبقى ده نمبر از 24. يبقى النمبر هو كام يا جماعة اللي ينطبق عليه الشروط دي؟ 24. ده نمبر از وات؟ 24. طبعا الستوري بروبلم محتاجة تدريب كتير جدا عليها عشان اشوف كل فكرة بتتحل ازاي. الستوري بروبلم يا جماعة محتاجة تدريب كتير قوي. أنا كده الحمد لله خلصت اليونت، وهنحل طبعا عليها مع بعض زي ما قلت لكم. أنا عايزة أخلص اليونت ونحل مسائل كتير جدا، يعني هنحل عليها اكزامبل كتيرة جدا. وتعالوا نشوف هنحل دلوقتي الاكيوميتيف كويستشن، الاكيوميتيف تيست 3، وطبعا هنحل كتير على الستوري بروبلم عشان نتدرب عليها. اللي معاه كتاب الامتحانات يطلع عشان يحل معايا. معاك كتاب الامتحانات يا فرح؟ أيوة معي. يلا حبيبتي طلع عشان نحل سوا. أوكي. هدي لي يا زياد ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك. في حاجة من دول يا بابا مش عندك يا حبيبي؟ زياد في حاجة مش عندك من دول؟ بفتحه عشان كنت بجيبه. علم بقى، علم على اللي عندك عشان تحله معانا. يلا طبعا انت هتبقى سؤال وفرح سؤال وهكذا، احنا متعودين. أول سؤال عندي، اللي تشوز كله لا ده مش اللي تشوف كله، أول سؤال في اللي تشوف الثاني، لا طب يلا. بقول لك ايه، ما تعرفش تعمل تطبع ده، تطبع الكتاب ده عشان تحل منه؟ الكتاب ده ما مليان انا افكار بتباع، جميله جدا. ما انا هتباع فعلا اسام من حد. انا على طول كل سنه ببقى جايب الكتاب القديم وكتاب النوت بوك، بس هو اللي برضه عارفين ايوه برافو عليك، الكتابين. انت كده انت كده تمام، ده كده باشا. النوت بوك بس هو اللي طبعه، بس مش حتى المشكله ان الامتحان انا ما بطبعش تحديدا كمان. الاكوميديتد، انا بطبع الامبورتنت والامتحانات بس. طب الايكلوتيف ما فيش، دايما مش هيجوا كلهم 10 صفح على بعضهم، بطبعهم بقى بالمره. ماشي يا حبيبي ماشي، يلا، يعني بحيث يعني ان ممكن شاء الله لما نشوف. اسئله الستوري بروبلم بتبقى تحت، اللي هي السؤالين اللي بيبقوا تحت على طول دول في كل الاكوميديتيف شبه اللي عند حضرتك، بس اللي تشوز بيبقى فيها اسئله شبه واسئله لا، وانا بيبقى عندي المختلفة. سؤالين زياده كمان. طب خلاص يبقى اتبع بقى، بص عشان اسهل لك ايه تشتغل على طول، ما نفضلش ايه نشوف ايه المختلف وكده. فاحنا كده ايوه كده الحمد لله بناخد الهوم ورك معظمهم الاكيموليتيف، يبقى الدنيا ايه تمام معاك. خلاص يا باشا هنبتدي تمام. الفرح. يلا يا فرح، بيقول لي هنا يا فرح ان اكس ايكوال واي بلس 1 واكس ماينس واي اول باور 2 بلس واي ايكوال 3، then واي ايكوال، طبعا دي تو ايكويشنز، one of them first degree والثانية second degree، وأنا عايز إن أنا إيه؟ وأنا عايز إن أنا أحلهم مع بعض. يا حبيبتي I will replace each x، هشيل كل x وأكتب بدلها مين؟ y plus 1 وأبتدي أحل. يلا نبتدي. يعني تهيألك إن هي إيه؟ إن هي تشوز عادي. The equations إيه؟ equation in two variables. One of them first degree and the other is second degree. قايل لك ال y بكام هنا؟ أنا عايز ال y. يعني معنى كده ان هو مش عايز الاكس، ما تطلعي الاوردر دي بيرت، عايزين الواي. يلا نحلها. تمام. انا هشيل كل اكس واكتب ده واي بلس 1، يبقى جوه البراكت كده انسايد ذا براكت واي. بصي هنشيل كل اكس واكتب ده واي بلس 1، خدي بالك يبقى واي بلس 1 اهي ماينس واي، ده اللي جوه البراكت، بلس واي ايكوال 3، البراكت ده واخد باور 2 يبقى هنا باور 2. خدي بالك الموضوع سهل جدا، ده واي راحت مع الواي، يبقى لي مين هنا؟
1 باور ايه؟ 1 بار 2. 1 باور 2 ب 1، يبقى 1 بلس واي ب 3. ايه السهوله دي؟ ده طلع بيضحك عليها وسهله جدا. كام بلس كام بلس واي تديني 1 بلس كام؟ 1 بلس وات ايكوال 3؟ 1 بلس ايه تديني 3؟ هي معايا لا 3 1 بلس وات؟ هودي ال 1 ناحية التانية تبقى ماينس ايوه كده، يبقى على طول واي ايكوال ايه؟ و equal to 3 ماينس 1 يبقى 2، يبقى على طول واي ب 2. شفت الموضوع سهل ازاي؟ مفيش حل ولا حاجه، مجرد ان بيدربك على السبستيتيوشن. بتعرف تعمل سبستيتيوشن؟ يبقى انت بتعرف تحل. زياد بيقول ان الاي باور 2 ماينس بي باور 2 ايكوال 7، والاي ماينس 1 ايكوال 1، ده ان اي بلس بي. طبعا ده اكيموليتيف، ده سؤال تراكمي. الاي باور 2 ماينس البي باور 2 عباره عن اي بلس بي، ده تراكمي ثانيه اعدادي، تايمز انا اي بكره ماينس بي. اكتر سؤال بكرهه في المنهج كله، ايه؟ اكتر سؤال مش بحبه في اسئله اللي تشوز. معلش بقى، خد بالك ان ده براكت بالبلس براكت بالماينس، واحد منهم ب 1 والتاني ايه؟ 1 باي كام يديني 7؟ سهله قوي، انت سيبه بس كده. شفت سهله ازاي؟ فرح. if two straight lines x minus 3 y intersect at the point، يلا يا باشا، هي من هنا x equal what؟ اكس ايكوال نودي ناحية بوز ايكوال equal مين؟ 3. 3. يبقى معنى كده الانترسكشن بوينت ما بينهم كام وكام؟ سوليوشن سيت كام وكام؟ أول واحدة 3 و4. تبقى ايوه 3 3 و4. و4 موجوده في الفيرست ايه؟ فيرست كوادرنت، لانها بوزيتيف وبوزيتيف. فكروني كده، هم دول انترسكت عادي ولا انترسكت اند بيربنديكولار؟ ثواني، دول انترسكت عاديين ولا انترسكت وبربنديكولار؟ يعني لاين عامل كده ولاين عامل كده؟ لا هي انترسكت بس لا، تقريبا. انترسكت وبربنديكولار. قلنا لما يكون اكس ايكوال كونستانت وواي ايكوال كونستانت يبقى لاين عامل كده، ده الواي ايكوال 4، ولاين عامل كده ده الاكس ايكوال 3، بقى انترسكت اند بربنديكولار. افتكروا لما يكون عندي اكس ايكوال كونستانت صريحه وضيحه ما فيهاش اي حاجه، وهنا واي ايكوال كونستانت، يبقى انترسكت اند بيربنديكولار، لان الرسمه الاولانيه بتبقى هوريزونتال لاين، الواي تبقى هوريزونتال لاين، والاكس بتبقى فيرتيكال لاين. مش بس هما انترسكت بيربنديكولار. طب يا ميس اكس ايكوال كونستانت، ومثلا هنا اكس بلس واي ايكوال 5، لا انترسكت بس مش بيربنديكولار. افتكروها لان دي بتيجي كتير في الامتحانات. طيب زياد، the solution set of the equation x square plus mx plus 9 equals 0 is in R is negative 3 then m equal. لما يكون النيجاتيف 3 سوليوشن، تقدر تريبليس كل اكس وتكتب بدلها كام؟ اشيل كل اكس واكتب بدلها كام؟ نيجاتيف 3 هيتبقى لي الفاريبل الوحيد هو المين؟ الام اقدر اجيبها. يلا يا باشا، شيل كل اكس معايا واكتب نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 باور 2 بلس ام باي نيجاتيف 3 بلس 9 ايكوال 0. يلا، نيجاتيف 3 باور 2 ب 9، يبقى 9 ماينس 3m بلس 9 ايكوال 0. تعالى نحلها في الكراسه، 9 بلس 9 ماينس 3m ايكوال 0. 9 و9 كام؟ 9 و 9 18. يبقى 18 ماينس 3m ايكوال 0. ودي 3m الناحيه الثانيه بالبلس، 18 ايكوال 3m. 3 باي كام ب 18 على طول؟ 6 تمام، يبقى m equal 6، جبنا ال m، يبقى m equal 6. next question. فرح بيقول لك ان x equal 3 و x square minus y square equal 5 then y equal. يلا يا باشا، اشيل كل x واكتب بدلها مين؟ 3 يبقى 3 باور 2. 3 باور 2 بكام على طول يا فرح؟ 9 يبقى 9 minus y باور 2 equal 5. ودي لي ال 9 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى y باور 2 ايكوال نيجاتيف، نيجاتيف 4 صح؟ بس في هنا قدامها نيجاتيف، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف، يعني y باور 2 ب 4. لما يكون y باور 2 ب 4 يبقى ال y الواحده بكام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف مين؟ روت 4 كام؟ يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 2. يا مس خدنا بوزيتيف اور نيجاتيف، قلنا لما يكون فاريبل واخد باور لازم تاخد بوزيتيف اور نيجاتيف. اللي بعده، يلا يا زياد، هنكتبها 2 باور k minus 3 equal 1.
كنت لسه اقول لكم دي جت في كايرو في سنه كنت بدرس لها، ببص سبحان الله لقيتهم كاتبين فعلا كايرو 19. الامتحان ده جه اكيموليتيف في سنه في 2019 لما كنت انا بدرس في ثالثه اعدادي، لان انا كمان رحت صحت البتاع كان سهل قوي، الولد كان بيقولوا الحمد لله الاكيموليتيف كده. كنت ساعتها بدرس في مدرسه امجاد لانجويج سكول اللي في المعادي. مهم يعني، فالولاد بتوعي ساعتها لما كنا في الاكيوميتر اللي مثل الاكيوميتر جات لنا سهله واتدربنا عليها. بصوا حبايبي، هنا بيقول لي ان 2 باور كي ماينس 3 ايكوال 1. اي 1 اقدر ريبليسها يكون نفس البيز دي، نفس البيز اللي عندي دي بس واخده باور دي معايا زياد، يبقى ال 1 دي اقدر اريبليس ال 1 باي نمبر بس يكون باور 0، ما عدا طبعا 0 باور 0. يبقى انا كده خلينا ذا بيز ايكوال ذا بيز، ذن ذا باور ايكوال ذا باور. لو البيز يعني الحاجه اللي واقفه عليها الباور ايكوال ذا بيز، يبقى ذا باور ايكوال ذا باور. تمام كده؟ يبقى انا اديتك فكرتها يا زياد، لما يكون ال 1 هقدر ريبليس ال 1 باي حاجه بس باور 0. اي حاجه دي تفيدني، فلو البيز 2 فانا خليت ال 1 البيز 2 بس ذا باور از 0. يلا يا باشا، ذا كده بيز بالثري ايكوال ذا بيز، باور ايكوال ذا باور. يعني كي ماينس 3 ايكوال ايه يا زياد؟ زيرو ايكوال زيرو. يبقى كي ايكوال وات؟ ثري باش انت باش، يبقى كي ايكوال 3. يلا يا فرح، this is your problem. Let's see this question. ننقله هنا يا جميل، بيقول ان x plus y equal 5. This is equation 1. أما x square plus xy equal 15. This is equation 2. طيب طبعا واحدة first degree والتانية second degree، ما فيش قدامي غير ال substitution. يبقى هقول له إيه؟ From 1. تحبي تعملي y equal ولا x equal؟ براحتك يا فرح. خليها كلها اكسات ولا كلها وايات؟ كلها هوايات عادي. ماشي، يبقى اكس ايكوال اودي الواي الناحية التانية بالمين يا جميل؟ بالنيجاتيف بالنيجاتيف، يبقى 5 ماينس 1. واعمل ايه يا فرح؟ لازم ايه؟ خبر وزن يلا يا جميل، يبقى فروم 1 اكس ايكوال 5 ماينس 1. يعني انت كل اكس هتشيلها وتكتب بدلها مين؟ 5 ماينس واي. وهنا كل اكس هشيلها واكتب بدلها 5 ماينس واي. اوكي، يبقى اوكي هنعمل 5 ماينس واي اول باور 2 بلس 5 ماينس واي باي واي تايمز واي ايكوال ايه؟ ايكوال 15 15. يلا يا جميل، هاتي الاكسبانشن نفك مع بعض. الاولاني باور 2 يبقى ايه؟ يبقى تبقى 5 باور 2 كل 10. ايه 25. ده 25 اصلا؟ ايه ده 25. الأولاني باي التاني باي 2، بوزيتيف باي نيجاتيف بنيجاتيف، 5 باي 1 ب 5، 5 باي 2 ب 10، يبقى 10 واي. قلنا آخر ساين لازم تكون بلس، واي باور 2. واي باور 2 يلا نعمل الإكسبانشن بتاع دي، 5 باي واي بوزيتيف باي بوزيتيف بوزيتيف، 5 باي واي بإيه؟ 5 باي واي ب 5 واي طيب نيجاتيف باي بوزيتيف هنا دي يروحوا نيجاتيف، مع بعض. لا مش هيروح، نيجاتيف باي بوزيتيف بنكسر، ماشي واي باي واي. يبقى واي باور 2 تمام ولا 2 مش عارفة. صح، واي باور 2 صح، واي باي واي باي واي باور 2. بالمره هندخل دي ونعملها زيرو ايكويشن، هنعمل دي جوه ونخليها زيرو ايكويشن. يبقى هغير الساين للنيجاتيف ل 15، هتبقى نيجاتيف 15 واعملها زيرو ايكويشن. طيب ابتدي اجمع اللايك تيرمز مع بعضهم، طبعا لازم تبقى زيرو ايكويشن عشان اقدر احلها على طول بالكالكوليتر. واي باور 2 واي باور 2 راحوا مع بعض، واحده بالبوزيتيف والثانيه بالنيجاتيف، 5 واي ماينس 10 واي بالنيجاتيف 5 واي، اكتبها يبقى نيجاتيف 5 واي. عندي 25 ماينس 15 بكام؟ ب 10، يبقى بلس 10 ايكوال 0. خلاص، ايه ده؟ دي طلعت ايه؟ طلعت فيرست ديجري، انا اسفه دي 10 بس، 10 بس فيرست ديجري، سهله جدا احلها. دلوقتي انا عندي واي معاها نيجاتيف 5 بالمالتبلاي ومعاها 10 بالاديشن، اخلص من مين الاول؟
الاديشن ولا المالتبلاي؟ احنا هنا بخلص من الويك اوبريشن، من الاضعف، يبقى هنا ماينس 10، او ادي الناحية التانية بالماينس، بقيت بقت نيجاتيف 5 y ايكوال مش عارف ايه الموضوع. ماشي ايكوال نيجاتيف 10. تمام، يبقى هنا نيجاتيف 10 شغالة. وهنا نيجاتيف 10. دلوقتي اخلص من النيجاتيف 5 ازاي؟ قول اوفر ايه؟ all over negative 5 اوفر نيجاتيف 5، يبقى y ايكوال، لو عملتي على الكالكوليتور نيجاتيف 10 اوفر نيجاتيف 5، نيجاتيف 2 هتروح مع نيجاتيف، و10 اوفر 5 ب2، طلعنا ال y ب2 برواز. فين البرواز اللي قبليه؟ اهي، ماشي شفتها؟ يبقى x ايكوال مين؟ 5 3 minus 1، يبقى x ايكوال 5 minus 2، يعني x ايكوال 6، يعني the solution set ايكوال 3 و 2 yes 3 and 2. ايه ده؟ ازاي يا مستر عندي equation second degree وطلع لي 1 solution؟ اه، عشان في solution تاني بس imaginary موجود في الكومبلكس، مش موجود عندي دلوقتي. ينفع يطلع لها 1 solution؟ المفروض يطلع لها 2 solutions. ازاي هنا يطلع لها 1 solution؟ ينفع يطلع لها 1 solution في حاله ان يكون السوليوشن الثاني imaginary، تمام؟ وطبعا الايماجينري ده مش عندنا السنه دي، عندنا ان شاء الله السكند في سوري في فيرست سكند، اولى ثانوي ان شاء الله. يبقى احنا كده طلعنا السوليوشن set equal what 3 and 2. لان ما طلعليش غير واي واحده بس. الواي باور 2 اتكنسلت من الايكويشن لو تلاحظوا. اول ما تلاقي واي باور 2 اتكنسلت او اكس باور 2 اتكنسلت من واحده منهم، يطلع لي، تعرف ان يطلع لك ايه؟ سوليوشن set واحد بس. اللي بعده find in R، يلا it's your turn يا زياد. find in R the solution set of the second degree one variable، يبقى هتحلها باللو. طبعا احنا عارفين ان لما يقولي كده يبقى انت عايزك تستخدم المين؟ اللو. يلا يا باشا نكتبها، x power 2 equal to bracket x plus 6. يلا يا زياد، اول حاجة هتعمل ايه؟ اعمل ايه يا زياد؟ أول حاجة إلى البراكت لازم طبعا نعمل له اكسبانشن. expansion، يبقى x power 2 equal to x plus 12. عاجبك شكلها كده ولازم تبقى زيرو equation؟ لازم تبقى زيرو. يبقى هعمل ايه؟ ادخل ده جوه بالنيجاتيف بعكس الساين، وادخل ده جوه بالمين بعكس الساين. بالنيجاتيف. يبقى transfer from the right to left، transfer from right to left، يبقى x power 2 تبقى minus 2x minus 12 equals 0. تمام. مسموح لي ان انا احلها بالايه؟ بالمين؟ باللو. فكرني باللو. اللو كان بيقول ايه؟ اكس ايكوال، واللو عليه درجه، اوعوا تنسوه. ها، لو negative b وروت b باور 2 الله positive و يخليك. negative root b باور 2 minus 4ac اوفر، كل ده اوفر 2a تمام. مستنيه قالت لازم تعمل ريكتانجل. الريكتانجل ده وال فيه a مين و b ومين و c ومين؟ A و B و C. a1 و b negative 2 c negative 12. تمام، حددناهم اهو. يلا يا باشا، يبقى هقول له اكس ايكوال، يلا سبستيتيوت بقى نيجاتيف بي بقى مين؟ يبقى نيجاتيف ثانية نيجاتيف بي هي نيجاتيف اوريدي نيجاتيف 2. بي يبقى 2. تمام، بلس اور ماينس، اعمل بلس اور ماينس والكالكوليتور اعملها مره بلس ومره ماينس على طول. يلا، سكوير روت كبيره، نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 4 4 باي و 1 1 تايمز نيجاتيف 12 ايوه اوفر 2 باي 1. يلا يا باشا، هتعالي بالكالكوليتور، اكس بكام واكس بكام؟ يلا هات، فرح بقى بتعمل حركه اشطر مننا، عارف بتعمل ايه؟ بتقوم قايله 1 انتر، ما بتكتبش اللو، بتقول 1 انتر، وبعد كده نيجاتيف 2 انتر، وبعد كده نيجاتيف 12 انتر. طلعت الحل اهو من غير اللو، من غير حاجه، شطوره يا فرح. يبقى 1 بلس 13 و1 ماينس 13 اهو، طلعتها على طول. ما اللو هو هو السوليوشن ست، هو هو الايكوين، هو هو كل حاجه، كله كله زي بعض. يبقى 1 ماينس روت 13 اكتبها زي ما هي، 1 بلس روت 13.
قال لي تعالى شيل كل روت 13، قال لي knowing that root 52 equals 7.2. هو ليه قايل root 52؟ طب نعملها تاني كده، 1 enter 2 enter، احنا ماشيين صح. المفروض هو مش، هو في حاجة عنده غلط هنا، مش روت 52، المفروض دي روت 13. خلاص طيب، يبقى ما يكون عندي نعملها ابروكسيميشن، وان انتر نيجاتيف 2 انتر، نيجاتيف 12 انتر. عارف بقى هو عملها ليه كده؟ يلا السوليوشن ست عندك هيطلع ايه؟ خلينا نعمل مود 1 2 بلس، هقول لكم ليه هو عملها كده دلوقتي حالا، 2 بلس روت كبيرة، يلا نيجاتيف 2 باور 2، يلا اعمل معايا عشان انا ببقى بص في الكالكوليتور وفي نفس الوقت بص على الموبايل، يلا نيجاتيف 2 باور 2 بكام يا زياد؟ ايوه ثانية، يلا نيجاتيف 2 باور 2 بكام على طول؟ نيجاتيف 2 باور 2 4 ايوه 4 ماينس 4 براكت، بدل ال A1 1 بدل ال C و نيجاتيف 2 نيجاتيف 12 تحت اوفر مين 2A، يبقى اوفر 2 باي 1 لا 2 نفس الحل 1 بلس روت 13 اهي. شفت نفس الحل ولا لأ؟ ايوه ماشي يا حبايبي. طيب خدوا بالكم ان الكتاب هنا دي غلطان، هي مش روت 52، دي مش روت 52، خلاص كتاب غلطان، لان اهو وريتكم ان طلعت لي نفس الحل باللو، يبقى سواء عملتها مود 5 3 عملتها اللو لازم يطلع لي نفس الحل. طب هنعملها ابروكسيميشن على طول، يلا بالديسمال 4.6 يعتبر 6 1. طيب وهنعمل 1 ماينس روت 13، ها نيجاتيف 2.61. تمام حبايبي، يبقى احنا كده حليناها باللو، طلعت نفس الحل وعملنا مود 5 3. طبعا بعمل السبستيتيوشن وبكتب الكلام ده عشان عليه ايه، عليه درجات. كده احنا خلصنا اكيموليتيف تيست 3 كله. تعالوا بقى نشوف اسئله الامتحانات، عايزين ما نحل ستوري بروبلم على قد ما نقدر. طبعا احنا عندنا كل ما يخص يونت 3، لا يونت 1 انا اسفه، ليسونز 1 و 2 و 3 عندنا ايه هوم ورك. احنا المفروض مخلصين ده، مخلصين ده في الهوم ورك، في سيركل كده كنا عاملينها على الستوري بروبلم فاكرين، يلا نحلها سوا. يلا اول حاجه في الامبورتنت كويستشنز في الستوري بروبلم، اول حاجه خالص اللي كانت كايرو 19 دي بتاعت تو ريل نمبرز، يلا يلا مين عليه الدور؟ فرح، فرح انت عندك بيج 21 كويستشن 11، يلا يا فرح علمي عليها عشان تعرفي ان احنا حليناها تمام معايا يا فرح. تمام يلا حبيبتي نبتدي. تمام انا بعمل ايه في الستوري بروبلم؟ بعمل ترانسليشن فروم انجلش تو ماث، بترجم من الانجلش للماث. يلا يا حبيبتي، بيقول لي تو ريل نمبرز، يبقى اول حاجه اقول له let ايه، let the first ايه، let the first number equal x والتاني equal y. الله عليكي. يبقى ده كده، بصي لو انا عملت السبستيتيوشن، سوري ثانية واحدة، بشرب بس الحمد لله. يبقى let the first number equal x،
the second number equal 1. وابتدي اكمل. Two real numbers. Their sum equal 40. يعني عملنا ده بلس ده يديني 40. حاضر. يلا نعمل ده بلس ده. يبقى مين بلس مين؟ x بلس ايه؟ x بلس y equal 40. equation مين يا باشا؟ equation ايه يا فرح؟ كويزني equation 1. هو لي their sum equal 40. حاضر. عملنا ده بلس ده يديني 40. تمام أكمل؟ ماشي and the ندف difference between them is 10. يعني difference ما بينهم؟ أعمل ما بينهم إيه؟ ماينس minus. صح. يبقى x minus y equal 10. تن ودي equation. إيه السهولة دي؟ إيه السهولة دي يا ناس دي؟ بصوا أسئلة الامتحان بتيجي بسيطة خالص إزاي؟ دي اللي جت في كايرو 19 الامتحان، وقلت لكم إيه؟ اللي جت في الباور اللي فيه الاكيموليتيف اللي احنا لسه حلينا. ده تو ايكويشنز هدية، واحدة بالبوزيتيف والتانية بالمين؟ بالنايتر يبقى اقول له اد ايه؟ اد 1 بلس 2، اد ايكويشن 1 بلس ايكويشن 2. يلا حبيبي لما اعمل لهم اد، مين هيروح مع مين؟ الواي تروح مع الواي اكس واكس كام اكس؟ تو اكس يبقى 2 اكس equal equal 50 50. that's right. divided by 2 divided by 2 يعني اكس بكام؟ صفر 25 ما اعرفش والله 50 divided by 2. حد يقول ما اعرفش؟ انت لو بابا اديتك 50 جنيه وقال لك هاتي نصها ارجعي لي بنصها، مش هتعرفي تقول اصل ماما مش عارفه احسبها؟ ينفع لا يعني؟ تمام انتوا ما شاء الله في ماشي الفلوس ما شاء الله يعني، ها ما بتخلوش صح. انا عارفه، ما انا مريم بنتي قدكم، انا عارفاكم يعني. طيب يبقى احنا كده خلينا الاكس ايكوال مين؟ 25. يبقى معنى كده ان خلاص جبنا الاكس ب 25، سبستيتيوت في اي واحده منهم هنقول له ايه؟ 25 بلس واي ايكوال 40. يعني واي ايكوال وات؟ 25 بلس كام يديني 40؟ اودي ال 25 الناحيه الثانيه بالماينس، 40 ماينس 25 يعني واي ايكوال كام يا جميل؟ y equals what؟ 15. يبقى the two numbers are، اكتبها له، the two numbers are 25 and 15. فعلا مجموعهم بيطلع 40 فعلا، والديفرنس اللي ما بينهم والفرق ما بينهم 10 فعلا. لو انا جيت اعمل لها ايه؟ substitution. يبقى this is question 11 in page 21. Let's see the next story problem. تعالوا نشوف اللي بعده. يلا يا زياد it's your turn. Two rational numbers. أول حاجة، أول ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقول بعدها إيه؟ let إيه؟ زياد يلا احنا rational بقينا number بروفيشنال في الناس في الحاجات دي. ها قول يا باشا. ثانية بس أنا بشوف السؤال ده طيب طيب شوف السؤال السؤال بقى. موجود عندي تمام طيب let's say ايه؟ ثانية let the first ثانية بس ماشي انا معاك شوف حبيبي. النمبرز يبقى لسه فيرست بي اكس والسكند واي ممكن طيب يبقى let the first number the second number equal 1. كمل. There's some بتكمل 12. ما كان ال x وال y equal to x plus y equal to l لا ما قالش 2x، ما قالش double of them، قال there some equal 12 على طول، مجموعهم انا 12 بقول يعني ايه؟ انت يعني هم بلس ما انا بقول x plus y equal to 12 كده انا سمعت 2، انا سمعت 2x. طيب يبقى x plus y equal 12. يبقى دي equation ايه؟ 1 1. تعالى بقى 3 times the smaller number. يبقى 3x مثلا is more than twice the greatest. يبقى minus 2y by 1. تاني 3 times the smallest number. يبقى 3x is more than twice the greatest. more than يعني على طول بماينس، قلنا minus 2y twice the greatest equal 1.
تاني. فاهم يا فرح احنا عملنا ايه؟ ال 3 تايمز الاولاني مور ذان التاني يعني ماينس، مور ذان توايس التاني يعني ماينس 2y ايكوال كام يا عم؟ ايكوال 1. الموضوع سهل جدا ان انا اكونها واحده واحده، اعمل ترانسليشن من انجلش لماث واحده واحده. ال 3 تايمز الاولاني مور ذان توايس التاني يعني ماينس 2 باي التاني ايكوال كام؟ ايكوال 1. يلا يا باشا نحلها سوا. ناقص لي تركه صغننه، اعمل ايه؟ هو في هديه بس الهديه دي ناقص لها اربطها برباط كده خليها شكلها حلو. الهديه ان واحده بالبلس وواحده بالماينس. ايه الرباط اللي المفروض اعمله؟ ايه اللي يخلي شكلها حلو عشان اقدر احلها؟ هنا دي باي 2 يبقى لازم اعمل دي كمان باي ايه؟ يا ابني يا زياد ايوه ثانية، دي باي 2 يبقى لازم اعملها باي ايه؟ دي باي 2 يبقى لازم اعملها باي اخلي 2 دي كمان باي ولا مين؟ باي 2. يبقى باي اقول 2 هنا جنبها ملتبلاي ايكويجن 1 باي 2. يبقى انا لما اعمل باي 2 يلا هكتبها تحتها، دي كانت 1 ودي كانت 1 ودي 12. هنعمل هنا باي 2 وهنعمل هنا باي 2 وهنعمل هنا باي 2. 1 باي 2 بكام؟ 2 1 by 2 2 عادي. اكس بلس 1 باي 2 ب 2 2y. ايوه اوعى تنسى 12 باي 2، اوعى تنسى. معظم الشاطرين بينسوا الخطوه دي، يعملوا مالتبلاي هنا وينسوا يعملوا مالتبلاي هنا. از ليفت از رايت 12 باي 2 بكام؟ ها 24 تمام، ودي ايكويشن 1. اعمل ايه بعدها؟ التول نيجاتيف 2y وبوزيتيف 2y دول هيروحوا مع بعض لما نعمل لهم بلس. تمام 3 بلس 2 5 5x 1 بلس 24 25 divided 5 divided 5. يبقى x كام؟ x equals what؟ اكس ايكوال 5. 5. طلعنا ال x في 5 substitute في ال 1 الأولانية الأساسية sub in 1 يعني 5 plus y equal 12. mental كده كام بلس 5 تديك 12؟ what بلس 5 equal 12؟ 5 بلس 7 وديها الناحية التانية بالماينس 12 ماينس 5 ايكوال مين؟ 7. 7 يبقى ده two numbers are، اكتب له كده the two numbers are 5 and 7. طلعنا ال two numbers. تمام حبايبي؟ تمام يا باشا؟ تمام. يلا اللي بعده. يلا يا فرح. A two digit number. Two digit number. أو نقول two digits هقول ال ones وال tens. ال ones وال tens. يلا يا باشا. أنا هنا عندي ال units وال tens. خلاص؟ Two digit number. هنا ال x وهنا ال mean ال y. يلا. يبقى the ones the units. أنا آسفة. بس الصغير بيبقى اسمها ones ما اسمهاش units. The units digit equal x. The tens digit equal y. يلا نكمل. A two digit number. The sum of its digits equals 11. يعني الديجيت ده لوحده ديجيت كده وديجيت لوحده equal 11. معايا فرح حبيبتي؟ تمام. يبقى x plus y equal 11 as a digit و as a digit. ماليش كون النمبر لسه. هسمي دي equation ايه؟ equation 1 1. طيب if the two digits are reversed لو عكسناهم then the resulted number is more than the original by 27. طب انا هحل لكم انا دي. if the two digits are reversed يعني لو بقى ال units هي ال y وال a وال x هي ال a ال ones then the resulted number is more than the original number by 27. طب تعالوا نكتب the original number الاول. الاوريجينال نمبر احنا اتفقنا لو ده اليونتس وده التنز يبقى الاوريجينال ده بلس 10 باي ده، يبقى الاوريجينال نمبر عباره عن اكس بلس 10 واي. يبقى احنا خلينا متفقين هو ده الاوريجينال نمبر. تمام حبايبي؟ اللي لو عكستهم يعني ايه لو عكستهم؟ يعني لو خليت اليونتس والتنز بتاعتي اليونتس هي الواي والتنز هي الاكس يبقى ده ريفرسد نمبر. الريفرسد نمبر
هتبقى، بدل ما هتبقى x plus 10y هتبقى y plus 10x. هي دي بس التريك اللي فيها، y plus 10x. نقول تاني، انا افترضت ان ديجيتس الاكس في النمبر الاساسي، الديجيت اللي في الاكس هو اليونتس والديجيت اللي في الواي هو التنز. قال لي از ديجيت، از ديجيت يعني مثلا لو قلنا ايه 55 مثلا، يبقى 5 بلس 3 ايكوال 8 عادي جدا، از ديجيت بلس از ديجيت ايكوال 11. حاضر عملناه. قال لي بقى لو النمبر الاساسي، احنا عارفين اتفقنا ان هو اكس بلس 10 واي، ده النمبر الاساسي الاوريجينال نمبر. لو عكستهم يعني لو انت خليت الواي هي اللي في اليونتس والاكس هي اللي في التنز، يبقى الريفرسد نمبر هيبقى واي بلس 10 اكس. قال لي بقى تعالى تعالى كده ترجم دي بالراحه. If the two digits reversed, then the resulted number اللي هو reversed ده، reversed ده is more than the original by 27. مس نرمين قالت لي more than يعني نعمل لها minus، يعني الريفرسد ده يا باشا اللي هو y plus 10x minus الأساسي اللي هو x plus 10y equal كام؟ ال equal 27. طبعا بالشكل ده كده ما اقدرش احلها، لازم اعملها اكسبانشن، لازم افكها. تعالوا نفكها، تبقى y plus 10x، اعمل النيجاتيف دي multiply البراكت كله، يبقى minus x negative by positive بنيجاتيف 10y equal 27. تعالوا نحلها، في هنا x وفي هنا x، في هنا y وهنا في y، 10x minus 1x ب9x، 1y minus 10y بminus 9y equal 27. أعمل divided by 9 وأريح دماغي، كلهم فيهم كتبوا 9 over 9 over 9 over 9 عشان أبسطها شوية. بقت كده x بس minus y بس equal 27 divided by 9 equal 3. أوبا، وطلعت في الآخر equation first degree، دي equation 2. equation 1 فين يا جماعة؟ أهي. لو طلعت ايكويشن 2 ايكويشن اتفه من بعض، اتحلوا مع بعض. التريكي في الكلام ده، التريكي في الحاجات دي، هي دي التريكي. الاوريجينال نمبر عباره عن ايه والريفرس نمبر عباره عن ايه، التريكي بس في الكلام ده. انا محلها طلع تافه، واحده فيرست ديجري عبيطه والتانيه فيرست ديجري برضو اعبط منها اسهل منها. يبقى هقول له اكس بلس واي ايكوال 11، اكتبها تحتها واحل عادي زي ما انا متعود، ولا فيها اي تريكه. دي هديه، ايكويشن هديه، واحده بالبلس وواحده بالماينس. التركه كلها في الكلام ده حبايبي، ماشي؟ يبقى هو بيصعبها شويه عليا في ترجمه الايه الانجليش للمات، انما يجي ايه يلاقي الحل سهل جدا. فانا ما خلاص عرفت اترجم وعرفت يعني ايه اوريجينال نمبر وعرفت يعني ايه العمليه ريفرسد، فالموضوع بقى سهل جدا. يلا يا فرح كمليها بقى معايا. كويشن عاديه جدا، سكند تو ايكويشنز فيرست ديجري، يلا واحده بالبلس واحده بالماينس، اعمل ايه يا فرح؟ هنعمل اد، تمام، اعمل اد. يلا يا جميله، هنعمل اد اكس واكس هتبقى كام؟ 2x equal 14، حلو، يبقى الاكس الواحده بكام؟ هيبقى الاكس ب7. تمام، طلعنا الاكس ب7. هقوله فروم ايه؟ فروم 1 7 بلس واي ايكوالز 11. كام بلس 7 بلس وات ايكوال 11؟ ودي الناحيه الثانيه بالماينس، ده ماينس، هو تبقى ايكوال 11 ماينس 7 على طول بكام؟ 4 4. أصلا. أه 11 ماينس 7 ايكوال 4. يبقى ده ماشي، اوريجينال نمبر. الاوريجينال كمين يا باشا؟ طلعنا الاكس الاساسيه ب7 والواي الاساسيه ب4، هو عايز الاوريجينال. الاوريجينال كان مين في الوانز؟ كان مين في اليونتس؟ الاكس اهي. كان مين في التنز؟ المين؟ الفور يبقى الاوريجينال نمبر 47. الاوريجينال نمبر هو مين؟ 47. هو انا يا ميس لو عملت 74 عكسناهم هم ماينس 47 تطلع لي كام؟ هو ايه اللي تطلع 27؟ اعملها كده على الكالكوليتر، جربيها كده 27 ولا مش 27 عشان اعرف شغلي صح ولا لا. لو عكستهم خليتها 74 ماينس الاساسي اللي هو 47، هو قال لي لو عكستهم يطلع لك 27. ايه ده فعلا 27؟ تصدقي اه فعلا، تمام ولا مش تمام؟ تمام أنا بعمل كده عشان to check my answer، عشان بس أتأكد من إجابتي. تمام حبيبتي؟ تمام طيب let's see the next question. قدامنا 7 دقايق يا زياد، حاول إن أنت إيه نحلها بسرعة عشان
ما يفصلش الايه الميتنج علينا، ما يقفلش علينا. طب قبل ما يقفل الميتنج علينا اديكم بس الهوم ورك على حسن الايه. طيب الهوم ورك عندنا ان انت هتحل معايا دي، تحل معايا 14. الهوم ورك هنحل 15 و16 و17 و18 في الهوم ورك. صور اديها سكرين شوت كده كده انا هبعتها لك. تمام ثانية. كده كده انا ببعتها يا زياد ما تقلقش. تمام خدت لها سكرين شوت. طيب بعد كده هو في عندي فاكرين الهوم ورك اللي احنا كنا اخدناه، هتلاقي كان في كده ستوري بروبلم كنا عاملين عليها سيركل، فاكرين كل ده هيتحل. وبقيه الاكيوموليتيف كويستشن الكويستشنز اللي على اليونت كلها بقيتهم. يعني انت عندك ثواني يا ادم، الاكيوموليتيف كويستشنز اللي موجود على اليونت دي كلها هنحلها خلاص. تمام طيب أنا تعالوا مش بقى على فاهمة. كتاب. مش فاهمه؟ طيب بصي يا جميل، شايفه البيج 18 دي أيوة الكويستشن اللي ده هحلو. هوم ورك. طب بيج تمام 19 شايفه بيج 19 أيوة دي ما حليناهاش، هوم ورك لا هوم ورك. حليناها. لا 25 ازاي حليناها؟ دي واحده فيرست والثانيه سكند، حليناها ازاي؟ 25 ماشي 25 26 27. تمام. طيب تعالي على البيج اللي هنا، حليناها كلها خلاص. ايوه بس كده ثواني بقى. هتجيبوا لي كايرو جوفرنوريت زي ما اتفقت معاكم، اي يونت هخلصها هنحل ايه في الامتحانات على طول منها. هتجيبوا لي كايرو جوفرنوريت اتعلموا معايا 1 2 بس انا عندي اكيد الامتحان مختلف لان انا هصور لسه لك كل ده. مختار. طب انا كده هصوره لك لان انا هعمل لك PDF. اوكي استنى بقى من اصور اللي لازم انا اوريدي لسه انا هصورهم قريب اساسا يعني كور ده ممكن. هو يعتبر كلها اكيموليتيف ما عدا الكويستشن بروبابيليتي ده مش هنحل، اللي هي 3 كلها اكيموليتيف، 6 5 لا يبقى مش هنحل 5 ولا 3 ولا 3 ولا 5. بعد كده اهو هنحل 2 2A وهنحل 3A. شايف قايل لك ايه؟ باي يوزنج ذا فورمولا، يبقى لازم تكتب له الجنرال فورمولا وتحل بيها. يبقى نحل 2A و3A. بصوا اللهم بارك، احنا قد ايه خدناه من المنهج بس بيونت واحده بس الجبرا، اللهم بارك. نص سؤال نص سؤال نص سؤال 4A نص سؤال اهو بس كده خلاص. عرفنا كده ايه الهوم ورك اللي عندنا؟ طلع عليكم امتحان واحد بس مش هديكم كمان الكسندريه خلاص. طبعا هصور لكم ده PDF، هعمل لكم ده PDF وهقول لكم ان شاء الله ان احنا ايه يعني الحاجات اللي متعلم عليها، يعني عليها سيركل نوت يت. تمام حبايبي؟ يلا يا زياد ما فيش قدامنا غير 4 minutes 3 minutes كمان عشان نحاول نحلها. يلا يا زياد ها، لو قفل الميتنج علينا بقيتها هوم ورك. ماشي حبايبي؟ تمام لو الزوم ميتنج قفل علينا هنحل الكويشن اللي زياد بيحله ده هوم ورك. تمام يلا يا زياد بيقول لي if 3 times a number is added to twice the second number، يبقى في first وفي ايه؟ second. اول حاجه second هقول له ايه؟ ايه؟ طبعا الفيرست باكس والسكند باي. تمام. بس هو انا لازم كل مره اكتبها؟ طبعا لازم كل مره تكتبها. انت بتبني كلامك على ايه؟ ان في فيرست ايكوال اكس وسكند نمبر ايكوال ايه؟ واي. قال لي 3 تايمز النمبر يبقى 3 ايه؟ 3 اكس از ادد تو توايس ذا سكند نمبر يبقى بلس مين؟ 12 واي. 2 واي. برافو عليك. ايكوال ايه؟ هو حضرتك قلت 12 ولا 2؟
بص تاني، 3 times a number is added to twice the second number، يبقى 3x plus 2y equal ايه؟3 the sum equal ايه؟ 13 تمام، دي equation مين يا باشا؟ question 1 equation 1. And if first number is added to 3 times the second number، first number هو غالبا كده لوحده اسمه مين؟ اسمه x، معايا؟ اكس اي is added to 3 times the second، يبقى بلس مين؟ 3 3 تايم ايه؟ بلس 3 واي يبقى 3 y equal مين؟ equal ايكوال 16. 16 خلاص انا كونت التو ايكويجن والاثنين لينير والاثنين مفيش اسهل مني. يلا يا باشا، هتخلي مين زي مين؟ تحب تخلي مين زي مين؟ دي ب 3 ودي ب 1، اخلي مين زي مين؟ ممكن اخلي الاكس زي الواي لسه زي الاكس لو انا ايوه الاكس يعني ايه تمام، بس بدل ما اعمل مالتبلاي باي 3 اعمل مالتبلاي باي مين؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3 عشان يبقى واحده بالبوزيتيف والثانيه بالنيجاتيف، باي نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 3، يبقى له مالتبلاي جنبها كده مالتبلاي ايكويجن 2 باي نيجاتيف 3 اند اد، يبقى هعمل كده وهقول له هنزله بس الاول ايكويجن 1 تحت كده 3x بلس 2y انا ما جيتش جنبها ايكوال 13، دي ايكويجن 1. ايكويجن 2 هي اللي هغيرها، يلا باي نيجاتيف 3 بقت مين؟ نيجاتيف 3x باي نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 باي 3 بنيجاتيف 9 يبقى نيجاتيف 9y. يلا يا زياد، نيجاتيف 3 باي 16 بنيجاتيف كام يا باشا؟ negative 3 by 16